السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله النهاردة محاضرة جديدة مع بعض. إحنا إن شاء الله إحنا كنا شرحنا برنامج الوورد كامل مع بعض، وشرحنا الإكسل، وشرحنا الباوربوينت. بس إحنا قلنا الباوربوينت فاضل لنا فيه اللي هو التطبيقات اللي إحنا نطبقها على الباوربوينت، الحاجات اللي إحنا قلنا عليها. الحاجات دي هي جزء أدفانسد. فأنا النهاردة مش هشرح الجزء الادفانسد ده، انا النهارده هشرح الجزء النظري بتاع اساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت واساسيات تكنولوجيا المعلومات واساسيات الامن السيبراني، علشان اللي حابب يدخل الامتحان الدولي من بعد محاضره النهارده يدخلها عادي وهو مطمن، يدخلها وهو مطمن ان احنا شرحنا يعتبر كل حاجه في برنامج الوورد وفي الاكسل وفي الباوربوينت اللي ممكن تيجي في الامتحانات الدوليه. الامتحانات الدولية بيجت على الثلاث برامج دي بس، الامتحانات الدولية على الثلاث برامج دول بس، بجانب بيبقى فيه جزء نظري. الجزء النظري اللي بيجي في الامتحانات الدولية احنا هنشرحه النهاردة مع بعض ان شاء الله. طيب، انا كنت اديت نبذة مختصرة عن جزء الامتحانات الدولية او الحاجات اللي هنشرحها النهاردة، هنشرحه بالتفصيل. الناس تركز معايا لان اللي هنشرح النهارده ده يعتبر من اهم جزء في اللي هو سواء كان الاي سي دي ال او الاي سي سي، وزي ما اتفقنا ايه الفرق ما بين الاي سي دي ال وما بين الاي سي سي. طيب، لو جينا بدانا خالص في الاول الجزء النظري، وقلنا مثلا حاسب الي، يعني ايه حاسب الي؟ يعني ايه جهاز كمبيوتر؟ الناس تشارك معايا معلش، يعني ايه حاسب آلي؟ الحاسب الآلي هو عبارة عن، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك هندسة. عبارة عن وحدات إدخال ووحدات إخراج على اختلاف نوعها، ووحدة معالج مركزي، وبيتم جوه عمليات حسابية معقدة بتترتب على البيانات اللي انت بتدخلها له كده. أشكرك هندسة جدا، أشكرك. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. هنيجي بعد كده نعرف نتطرق لمعنى الحاسب الآلي. بس قبل الحاسب الآلي في حاجة عندي، زي ما قلنا اي سي دي ال واي سي 3، وعرفنا في أول محاضرة خالص الفرق ما بين الاثنين. أنا في الأول خالص كنت بدرس أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الإنترنت وأساسيات الاي تي والوورد والإكسل والباوربوينت والأكسس، ده اللي كنا بندرسه في الأول خالص. جه بعد كده لقي ان الاكسس دي هو برنامج بس انا بدمجه مع لغات برمجة علشان ابتدي اطبقه، فراح شاله من برامج الاوفيس او من شرح الاي سي دي ال والاي سي 3، بس هو موجود تبع برامج الاوفيس. بقي دلوقتي الامتحان على الثلاث برامج اللي هي الوورد والباوربوينت والاكسل. ففي الامتحان الدولي بتاع الاي سي دي ال، امتحان الدولي بتاع الاي سي دي ال، بامتحن اساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت واساسيات الاي تي، الاي تي اللي هو تكنولوجيا المعلومات، بامتحنهم كلهم في امتحان واحد. امتحان واحد فيه 36 سؤال، 36 سؤال لمده 45 دقيقه، لمده 45 دقيقه. بعد كده بامتحن في الجزء الثاني اللي هو التطبيقات المكتبية اللي هي الوورد والباوربوينت والإكسل، برضو 36 سؤال في 45 دقيقة. ضافوا مادة ثالثة جديدة اسمها الأمن السيبراني، الأمن السيبراني برضو 36 سؤال، كلهم نظري 36 سؤال في 45 دقيقة. ده اللي هو الإصدار الحديث بتاع الاي سي دي ال. طب الإصدار الحديث بتاع الاي سي 3 أو الاي سي 3 عموما كان بدايته إزاي؟ الاي سي 3 كان بيمتحن اساسيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في امتحان لوحده، وكان اساسيات الانترنت في امتحان لوحده، والوورد والباوربوينت والاكسل في امتحان لوحده. لحد الان ما تغيرش الاصدار، اما هو اللي بيتغير الاي سي دي ال. طيب الاي سي دي ال في الاصدار القديم، الاي سي دي ال في الاصدار القديم كان بيمتحن كل واحد لوحده،
يعني أساسيات الكمبيوتر لوحده، تكنولوجيا المعلومات لوحده، الإنترنت لوحده، الوورد لوحده، والباوربوينت لوحده، والإكسل لوحده، والأكسس لوحده. كنا بنمتحن 7 امتحانات، كنا بنمتحن 7 امتحانات. دلوقتي بيجينا نمتحن 3 امتحانات بس في الاي سي دي ال وفي الاي سي 3. الاي سي 3 على فكره من اول ما ظهر هو لسه نسخه مطوره من الاي سي دي ال، بس من اول ما ظهر فهو 3 امتحانات فقط بس. اما الاي سي دي ال هو اللي اتغير، كان 7 امتحانات على حسب المستويات اللي انتم شايفينها. بعد كده زي ما قلنا بيجي ازاي، خلى الكمبيوتر والاي تي مع بعض والانترنت معاهم، خلى الثلاثه دول اللي فوق مع بعض، وخلى الوورد والاكسل والباوربوينت مع بعض، وخلى الامن السيبراني ماده لوحدها. طيب زي ما قلنا الاي سي دي ال اللي هي الانترناشنال كومبيوتنج درايفنج لايسنس، اللي هي رخصه دوليه لقياده الحاسب الالي، دي شركه عربيه بس متبنياها مؤسسه اوروبيه. المؤسسة الأوروبية اسمها ECDL اللي هي European Computing Driving License. طيب الـ IC3 اسمها Internet Computer Core اللي هي برضو الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وعرفنا الفرق ما بين الاثنين. الـ MOS بقى متخصص أكتر في Microsoft Office، متخصص Microsoft Office. الاي سي دي ال الشركه بتاعتها اسمها اريبيا، اريبيا. اما الاي سي 3 الشركه بتاعتها اسمها سيرت بورد، الام او اس اللي هي مايكروسوفت، مايكروسوفت. طيب احنا بنلاقي في الشهادات الدوليه مكتوب سيرتيفيكيشن، ليه مش بنلاقي مكتوب سيرتيفيكيت؟ السيرتيفيكيت مجرد بس اثبات حضور ان انت حضرت الكورس ده، او انت بس عندك معلومه ولو بسيطه عن الكورس ده. اما السيرتيفيكيشن فهي اثبات على مهارتك في الحاجه دي، ان انت امتحنت الامتحان الدولي بتاعها. زي مثلا الاي سي دي ال، الاي سي 3 لما اجي امتحن الامتحان الدولي بيسميها لي سيرتيفيكيشن وليس سيرتيفيكيت. والسيرتيفيكيت حاجه بس اثبات حضور او اثبات ان انا اخذت الكورس ده وعندي معلومه ولو بسيطه عنها. اما السيرتيفيكيشن معناها اللي هو اثبات ان انا يعني دخلت الامتحان الدولي في الحاجه دي، واختبرت في الامتحان وعديت من الامتحان، حاجه بتثبت ان انا عندي مهاره، مهاره الوورد، باور، الاكسل، اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، اساسيات تكنولوجيا المعلومات. وزي ما قلنا اللي هو الاختبارات بيكونوا في الاي سي دي ال كانوا 7، بعد كده بيجوا 3، اي سي 3 3 من الاول. اما الام او اس في حاجه اسمها الام او اس اي والام او اس والام او اس ام، وفي حاجه اسمها الام او اس. الام او اس دي اللي هي بتكون مايكروسوفت اوفيس سبيشالست، متخصص مايكروسوفت اوفيس. طيب الام او اس اي معناها مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست اكسبورت، انا واخد خبير في مايكروسوفت اوفيس. طيب الام او اس ام اللي هي مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست ماستر، انا واخد ماجستير او ماستر في مايكروسوفت اوفيس. بامتحن عندي يا اما امتحن في الوورد، يا اما في الباوربوينت، يا اما الاكسل، يا اما الاكسس، يا اما الاوتلوك. انا بختار ماده من المواد دي بس بامتحنها. انا امتحنت الوورد، حلو كده، حلو. بدخل امتحن الوورد عادي وباخد شهاده بيها ان انا مثلا واخد اللي هو شهاده الاكسبورت او الماستر، او واخد الام او اس بس، فهو بيكتبها لي اذا كنت واخد الام او اس بس متخصص مايكروسوفت اوفيس، ولا واخد حاجه اكسبورت خبير، ولا واخد ماستر فيها، برضه بيكتبها لي على الشهاده. دول 3 مستويات انا بحدد عايز ادخل في اي واحد فيهم، وبختار ماده واحده من المواد. خلصت الوورد عايز ادخل على الماده اللي بعدها، بختار عادي الماده اللي بعدها، بختار عادي الماده اللي بعدها. زي ما شرحنا الاي سي دي ال الاول كان ايه وبيجي ايه بعد كده.
عندي اصدارات الاوفيس بدات من سنه 97، بعد كده 2000 2003 2007 2010 2013 16 19. الامتحان الدولي على 2016، الامتحان الدولي الاي سي 3 والاي سي ديل على 2016. الاول كان على 2010، 2010 للزار القديم، للزار الحديث 2016. الاوفيس احنا بنشتغل من 2010 لحد 2019 او لحد اخر نسخه ظهرت، اما اللي قبل 2010 كله اللي عنده اي حاجه قبل 2010 يشيلها، النظارات قديمه خالص، هتلاقوا الاوامر مختلفه تماما على 2010. طيب لو جينا اتكلمنا بعد كده، انا عندي برامج كتيره من برامج الاوفيس اللي احنا بنشرحها، هو شرحنا الوورد والباوربوينت والاكسل، ولسه هنشرح ان شاء الله الاكسس والاوتلوك والون نوت. انا بالنسبه لي لحد الاكسس دول اكتر اربع برامج هنشتغل فيهم شغل كتير، باقي البرامج كل برنامج هياخد معانا من محاضره لمحاضرتين، برامج بسيطه وسهله. طيب عندي برضو فورم، انفوباس، تيمز، شيربوينت، فيزو، ببلشر، بروجكت. طيب نبتدي بقى في اساسيات الكمبيوتر الجزء النظري. انا هتعلم ايه لما اخلص جزء اساسيات الكمبيوتر؟ هفهم المبادئ المتعلقه بالكمبيوتر وادواته والبرامج، ازاي اشغل واطفي الكمبيوتر، ازاي استخدم الرموز والويندوز، ازاي اعمل ملف جديد، ازاي اعمل اعاده تسميه الملف زي ما احنا عرفنا قبل كده، ازاي افهم مبادئ التخزين، ازاي افهم حمايه البيانات، ازاي اتعرف على الملفات والمستندات والفرق ما بين الفايل والفولدر. ان شاء الله كل ده هناخده مع بعض. بداية كده انا عايز اسال الناس سؤال، ايه الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير؟ ايه الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير؟ الناس اشارك معايا، ايه الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير؟ الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير. تمام، هاردوير از ماتيريال، سوفت وير ابلكيشن. تمام، حد عنده حاجه تاني؟ ايه الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير؟ الهاردوير اشياء ملموسه في الكمبيوتر، كويس، الهاردوير ديفايس جهاز، بينما السوفت وير البرامج. تمام، كويس خالص، سوفت وير بروجرام، كويس، هاردوير مكونات ماديه، الثانيه انظمه الحاسوب، كويس كويس خالص. زي ما انت قلتوا ان الهاردوير هو الجزء الملموس، الحاجات اللي انا بقدر امسكها بايدي، الحاجات اللي هي بعمل لها صيانه، زي مثلا الشاشه. الشاشه دي هاردوير، لوحه المفاتيح، الفاره، الطبعه، الفلاشه، الكيسه مثلا، الرامه دي هاردوير، حاجات انا بقدر امسكها بايدي، حاجات بقدر اعمل لها صيانه. طيب اما السوفت، الهارد اللي هو الجسم. تمام، اما السوفت اللي هو انظمه التشغيل الموجوده على الجهاز، سواء كان الدوس او الويندوز او اللي هو عندي اللينكس اليونكس، عندي في التليفون نظام تشغيل الاندرويد، دي كلها نظام تشغيل. والجزء الثاني بتاع السوفت وير هي البروجرام او البرامج. زي ما انتم شايفين اهو، بالنسبه للمذر بورد او لوحه اللوحه الام، هاردوير الشاشه، هاردوير لوحه المفاتيح، هاردوير الرامه، هاردوير ماوس، هاردوير وير. اما مثلا الطابعه برضه هاردوير، المروحه هاردوير، الهارد ديسك هاردوير، البروسيسور هاردوير. دي حاجات انا بقدر امسكها بايدي، الاجزاء الملموسه اهو، هي عبارة عن القطع الملموسة التي يمكن للمستخدم أن يلمسها ويتحكم
ويتحكم يدويا مثل لوحة المفاتيح والفارة. الهاردوير هي المعدات مثل كارت الشاشة والرام والمعالج والقرص الصلب والسماعات والميكروفون وقرص المائي. أنا أي حاجة بدخل لها بيانات وبتطلع لي معلومات وفي النص بيحصل لي معالجة للبيانات دي فهي جهاز كمبيوتر. يعني مثلا التليفون، أنا بدخل له بيانات، فالبيانات اللي أنا بدخلها بيطلعها لي في صورة معلومات. المعلومات نفسها أنا بدخلها مثلا يدوي تطلع لي على الشاشة فكده طلع لي المعلومات، بين البنين في النص بيحصل لي معالجة ليها زي الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة أنا بدخل لها بيانات، بكتب الأرقام اللي أنا عايزها والحسابات اللي أنا عايزها، وبعد كده بيطلع لي البيانات اللي أنا دخلتها دي في صورة معلومات على الشاشة الصغيرة بتاعة الآلة الحاسبة، وفي النص ما بين الاتنين بيعمل لي معالجة للبيانات دي، بيعمل لي اسكان للبيانات دي يعني فحص للبيانات دي. فأي حاجة بيحصل منيها مثلا بدخل لها بيانات وبتطلع لي معلومات وفي النص بيحصل لي عليه معالجة، فهي جهاز كمبيوتر. يعني جهاز الكمبيوتر العادي بتاعنا أنا بدخل بيانات عن طريق لوحة المفاتيح كده، أنا دخلت له بيانات كويس. طيب لما أجي أطلع يطلع لي المعلومات هيطلعها لي فين؟ هيطلعها لي على الشاشة. هيطلع لي المعلومات على الشاشة فكده أنا خرج لي المعلومات أنا دخلتها كده، أنا دخلتها عن طريق روحة المفاتيح أو الفارة وطلعها لي على الشاشة، وفي النص عمل لي معالجة ليها. في النص بيحصل لي عملية معالجة. ممكن الناس تشارك معايا تقول لي من الكلام اللي انا قلته او التعريف اللي انا قلته لجهاز الكمبيوتر ايه في حياتنا اليوميه جهاز كمبيوتر؟ ايه الحاجات اللي احنا بنستعملها هي جهاز كمبيوتر؟ الغساله اوتوماتيك بتدخل لها الاي تي ام، بدخل لها معلومات بتطلع لي تمام. الموبايل كويس، كويس خالص. ايه تاني؟ تفتكروا ايه تاني؟ تمام ايه تاني؟ كويس ميكروويف. طيب بالنسبه للميكروويف انا لما بدي ادخل له مثلا بيانات حلو كده بندي له اوامر بالتسخين كويس، بيطلعها لي ازاي؟ بيطلع لي البيانات اللي انا دخلتها المفروض يطلعها لي في صوره معلومات، بيطلعها ازاي؟ إشعاعات تمام كويس حركة وحرارة كويس إن شاء الله. كل الإجابات اللي أنت قلتها صح، مفيهاش أي حاجة غلط. زي ما قلنا هي مجموعة من الأجهزة التي تقوم بعمليات التخزين والمعالجة وإخراج البيانات. أنا بستخدم الكمبيوتر في عديد من المجالات في حياتنا اليومية زي مجال إدارة الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية، زي مثلا لو عايز استعمله في الفضاء والصناعة استعمله في البحث العلمي في الأعمال المكتبية، لو عايز مثلا أعمل بيه اجتماعات عن طريق الإنترنت، عايز أخليه وسيلة محادثة، عايز أنقب عن البترول، عايز أعمل تخطيطات معمارية، عايز أعمل رسم بياني، عايز أجيب منهج كامل عن طريق الإنترنت برضه في الالعاب، دي كلها استخدامات الانترنت. زي ما قلنا هو جهاز الكتروني رقمي يقوم باستقبال البيانات ومعالجتها ومن ثم تخزينها واظهارها للمستخدم بصوره اخرى. ادخال بيانات، معالجه بيانات، اخراج المعلومات وتخزينها. طيب بدا ازاي الكمبيوتر؟ اول حاجه خالص
عالم يدعى باسكال سنة 1642 عمل آلة. الآلة دي بقدر من خلالها بعمل عمليات حسابية زي الجمع والطرح، زي الجمع والطرح. عمل الآلة دي بتعمل لي عمليات حسابية. طيب في الآلة دي أنا بدخل لها بيانات وبتطلع لي معلومات، وفي النص بسلم معالجة علشان يطلع لي الجمع، ناتج الجمع وناتج الطرح. فهي آلة، آلة الحاسبة اللي هي زمان بدأت إزاي الكمبيوتر بدأ بالآلة الحاسبة. طيب جه بعده عالم اسمه لبنز. لبنز نفس القصة بس زود على الجمع والطرح القسمة والضرب، القسمة والضرب. جه عالم سنة 1804 اسمه جوزيف كاكوارد عمل آلة بستخدم في عملها البطاقات المثقبة. طيب وهو اللي اخترع فكرة البرمجة، هو اللي بدأ أو اللي حط الطريق لفكرة البرمجة بالظبط، اللي هي النظام الثنائي اللي هو 0101، اللي هو النظام الثنائي اللي هو اللي فيه الصفر والواحد، النظام الثنائي. طيب جه بعده تشارلز بابيج. العالم ده ليه فضل على كل الناس، ان العالم ده هو الجد الاول للحاسبات الآلية. شكل الكمبيوتر اللي احنا وصلنا ليه لحد دلوقتي مين كان السبب فيه؟ بابج دي اهتم بإجراء الأعمال الحسابية زي الجمع والطرح والقسمة والضرب، واستخدم اللي هي اللغة الثنائية، واستخدم اللي هو برضو جزء اللي هو اللوغاريتم في الرياضة، الناس اللي بتدرس رياضة. وعمل اللي هو الميموري اللي هي الذاكرة، وعمل اللي هو البروسيسور اللي هو المعالج. جي بعده طبعا اي حد بيوصل للنجاح اللي عايز يوصل له بعد كده بيحصل زي يعني في هتلاقي ناس كتيرة بتحارب النجاح بتاعك. فالآلة دي ما لقتش النجاح المتوقع، استقبلها الناس سموها حاجة اسمها حماقة بابج. فكل الفلوس اللي هو ربحها والحاجات اللي هو عملها والمنح اللي قدموها لها الحكومة كل ده راح منه. جاء بعد كده بعد قرن عملوا لآلته قادمة تكريما له، نموذج لآلته القادمة تكريما له تطويرا لجهودها. طيب هو اللي حط الفكرة الأساسية بتاع جهاز الكمبيوتر. جه بعده العالم اسمه نيومان. العالم ده كمل مسيرة بابج، ابتدى يعتمد على النظام الثنائي اللي هو الباينري اللي هو الصفر والواحد، واستخدم اللي هو لو بتشوف اللي هي الدوائر الكهربية بيكون المفتاح مثلا مفتوح او مغلق، استخدم برضو حاجة زي كده. بعد كده ابتدى تاريخ الحاسوب بدأ ازاي وانتهى ازاي. اول تاريخ للحاسوب الحديث اللي احنا وصلنا له او الشكل اللي احنا وصلنا له في ايامنا دلوقتي بدأ سنة 45 لحد 51. لغة الآلة اللي هي الباينر اللي هو الصفر والواحد، الحسابات كلها بيجت بالصفر والواحد. التكلفة بتاعت الصناعة والتشغيل كانت عالية، الحسابات نفسها كانت ضخمة وكبيرة وكانت بتولد حرارة كبيرة منها في الأول. علشان أصنع جهاز كمبيوتر كان صعب الأول إن أنا ألاقي جهاز كمبيوتر، وكان نفسه كان حجمه كان كبير، كان من كتر ما بستعمله كان بيولد حرارة كبيرة، التكلفة بتاعت الصناعة بتكون برضو عالية. طيب أنا لازم في أي جيل أو في أي بعد كل مثلا سنة أو فترة معينة أنا عايز أحدث من النظام ده، عايز أعمل نظام جديد، عايز مثلا موضوع التكلفة بتاعت الصناعة أقلله شوية، عايز اللي هو الحرارة نفسها الحرارة الكبيرة اللي بتتولد لا أنا أصغرها، يعني يتولد كمية حرارة صغيرة. بعد كده حتى لو ولت كمية حرارة تكون كمية حرارة برضو ما تأثرش، مش هي اللي هتأثر على جهاز الكمبيوتر. فجوا بعد كده في سنة 52 لحد 60 حاولوا يستخدموا لغة برمجة أسهل من الباينري، تكلفة التصنيع ابتدت تقل شوية، حجم الحسابات الحجم الكبير ابتدى يقل، حتى كمية الحرارة قللناها، استخدموا اللي هو الترانزستور اللي هي بتتميز بصغر الحجم وزيادة السرعة،
جه في الجيل اللي بعده من 61 ل 69 استخدم دوائر متكاملة اسمها الاي سي. بعد كده الحاسبات في الوقت ده ابتدت تسرع وبقت اصغر، ودي بدأت فيها بداية اللي هو نظام انظمة التشغيل. انظمة التشغيل كانت بدايتها في الجيل الثالث اللي هي شغالين بيها حاليا، اللي هي الويندوز والاندرويد والدوس واللينكس واليونكس، هي دي انظمة التشغيل. جه بعد كده في الجيل الرابع من سنة 70 لسنة 90 ابتدت تظهر اللابات، التليفونات ابتدت تظهر اللي هي الأجهزة المكتبية أو الكمبيوتر اللي موجود ابتدى يظهر. أنظمة التشغيل ابتدت تتطور، يعني بدل ما تدوس بقت الويندوز. جه بعد كده الجيل الخامس ابتدى اللي هو ينتشر الكمبيوتر في جميع المجالات، أنظمة التشغيل تطورت، بدل ما ويندوز مثلا اكس بي ابتدى يبقى ويندوز 7، بعد كده 8، بعد كده 8.1، بعد كده 8 برو، بعد كده 10.1 10 برو، بعد 11 اللي احنا وصلنا له دلوقتي. هنا يعني ايه صمام الكترون او صمام مفرغ؟ ده صمام انا بستخدمه ان انا بعمل فيه تضخيم للاشارات والترددات، زي اللي هو اللي انا بستعمله في الراديو، الترددات بتاعه الراديو والتلفزيون ومقبلات الصوت. الباينري هو النظام عدد ذو رقم اساس 2، دي بعمل بيه القيم العدديه عن طريق رمزين بس اللي هو الصفر والواحد. واحد معناه صح، معناه خطا او تشغيل واطفاء. يعني مثلا الصفر غلط، الواحد صح، الصفر اطفاء، الواحد تشغيل. طيب الترانزستور دي مكونات الادوات الالكترونيه الحديثه، كل الالكترونيات الحديثه اللي ظاهره بقت من اهم حاجه فيها الترانزستور، زي الحاسوب جهاز الكمبيوتر ده يعتبر في جزء من الترانزستور. يعني الدائره المتكامله دي جزء من الهندسه الالكترونيه، دي بتكون من ماده سيليكون مساحتها مليمترات صغيره. يطلق عليها حاجه اسمها رقعه السيليكون وتحتوي شريحه، دي بتكون دائره الكترونيه برضو بس بتكون صغيره. زي ما قلنا هي جزء من الهندسه الالكترونيه، ودي اللي ابتدى يستعملوها بدلا من الترانزستور. اشباه الموصلات، شبه الموصل دي ماده ينتقل فيها التيار الكهربي بصعوبه، يعني بيوصل لها التيار الكهربي بصعوبه. انا بتحكم في موصلاتها الكهربيه باضافه عناصر اخرى بكميات ضئيله. شبه الموصل تكون مقاومته الكهربيه ما بين الموصلات والعازل. عارفين يعني ايه موصل للكهرباء؟ يعني حاجه بتكون جيده لتوصيل الحراره والكهرباء. العوازل بيكون عازل للحراره والكهرباء. طيب لو جينا اتحدثنا على او اتكلمنا عن انواع الحاسوب، زي ما قلنا اتكلمنا او الحاسوب الشخصي اللي هو المكتبي اللي بيكون موجود عندنا في البيت، الكمبيوتر الافقي او المسطح، الكمبيوتر الراسي او البرج. ايه معنى الافقي والراسي؟ بنلاحظ ان في كيسه، لو جيت بصيت على الكيسه بتلاقي الكيسه راسيه بالطول، ده اللي اسمه الكمبيوتر الراسي. هنا مسمى على اسم الكيسه او وحده النظام. اما الافقي بنلاقي الكيسه نفسها بشكل افقي، الكيسه نفسها محطوطه مش بالطول، لا بالعرض. حتى انظمه التشغيل كلها لما اجي اشغلها برضه بالعرض. نفس القصه بالنسبه للراس. طيب الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب، كمبيوتر الدفتر اللي هو النوت بوك اللي هو عامل زي اللي هو الكتاب، كتيب بتقفل وتفتح. كمبيوتر المحمول باليد اللي هو الهاتف المحمول زي الريسيفر بالظبط كده، في نفس شكل الريسيفر، ده اللي هو الكمبيوتر الافقي. الكيسه نفسها بتكون في نفس شكل الريسيفر، يعني في نفس الحجم، مش في نفس الحجم، بتكون في نفس الوضع بتاعها. طيب عند الكمبيوتر الكفي بيكون على كد كفه الايد. عند مثلا كمبيوتر محطه العمل اللي هي اللي احنا بنشوفها في الشركات الكبيره، عند الكمبيوتر الخادم بيكون كمبيوتر رئيسي متحكم في جميع الاجهزه اللي حواليه، ده اللي احنا بنشوفه في السايبر. كمبيوتر المركزي، عند كمبيوتر الفائق، عند كمبيوتر وحده التحكم،
اللي هو عندي اكبر جهاز كمبيوتر موجود في العالم اللي هو السوبر كمبيوتر وبعده المايكرو كنترول. دي كلها اجهزه كمبيوتر مش بلاقيها من اول، وهي التحكم والمركز والفائق بيكونوا في الشركات الضخمه الكبيره. بعد كده ظهر عندي السمارت فون اللي هي الايفون والحاجات اللي هي الحديثه اللي ظهرت. يعني حاسوب شخصي، يعني انا جهاز عملته علشان يستخدمه شخص واحد بس. في اشكال كتيره منه، حاسوب المكتبي بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ضيق، اللي بيكون كيسه مكون من كيسه وشاشه وحتى مفاتيح وفاره. عندي الحاسوب المحمول اللي هو اللابتوب، عندي الحاسوب اللوح اللي هو التابلت والايباد برضو جزء منه. دي كلها حاجات شخصيه انا ممكن استعملها، بس صممت عشان استعملها شخص واحد بس. اجهزه محموله رقميه، عندي المساعد الرقمي او الشخص الرقمي، عندي جهاز الهاتف النقال، عندي الهاتف الذكي، عندي مشغل الوسائط. المساعد الرقمي او الشخص الرقمي بيكون برضو كان بدايه صناعه التليفونات الاول، التليفونات الصغيره اللي احنا شايفينها دي بنفس الشكل، كان معاها قلم. بعد كده ظهر اللي هي التليفونات الحديثه شويه، بعد كده ظهر اللي هو الايفون والسمارت فون الحاجات الذكيه، بعد كده اللي هو الريموت الكنترول او التحكم اللي انا بشغل بيه، سواء كان مثلا بشغل بيه التكييف، بشغل بيه اللي هو تكييف الفريون، بشغل بيه مثلا او بتحكم بيه في حاجه معينه، بتحكم فيه مثلا في الاغلاق والتشغيل مثلا بتاع جهاز معين، بتاع وحده تحكم معينه، ده اللي هو مشغل الوسائط المتعدده. ممكن برده من خلاله اشغل اللي هو فيديوهات، اغاني، وهكذا. الحاسوب بيتكون من ايه؟ تفتكروا جهاز الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ جهاز الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ الناس شارك معايا، جهاز الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ وحدات ادخال واخراج، تمام. هارد سوفت وير، حد عنده إجابة تاني؟ اول حاجه بتكون من نيه وحده النظام، وحده النظام اللي هي السيستم يونت او اللي احنا بنسميها كيسه، بنسميها الكيسه. الكيسه دي بتحتوي على جميع مكونات الحاسوب، جواها لوحه الام اللي هي المذر بورد، جواها اللي هي الرامه، جواها كارت الشاشه، جواها كارت الفيديو، جواها البطاريه وحده المعالجه بالظبط، جواها السي بي وحده المعالجه المركزية. هلاقي جواها اللي هي الوصلات او منافذ الادخال والاخراج، دي كلها موجوده داخل الكيسه من جوه. طيب عندي لوحه النظام اللي هي المذر بورد اللي انتم شايفينه ده اهو، دي اللي انا بركب فيها الرام الروم، بركب فيها، بلاقي فيها البطاريه، بلاقي فيها منافذ الادخال والاخراج، بلاقي فيها اللي هو مثلا البروسيسور، بلاقي فيها حاجات كتيره. هل البروسيسور فعلا بيكون موجود هنا ولا بيكون موجود فين؟ هنعرفه بعدين، بس الاول زي ما قلنا، زي ما انتم شايفين الشكل الطبيعي بتاعها اهو، الاقي لوحه بركب فيها الرام والروم، المنافذ الادخال والاخراج، الكروت، كارت الفيديو، كارت الصوت، ده كله بيكون موجود في المذر بورد. المعالج اللي هي البروسيسور بيكون موجود هنا، الميموري اللي هي الذاكره، بطاقة الشبكة، كل ده بيكون موجود على اللوحة الكبيرة. ادي شكل اللوحة عن قرب زي ما انتم شايفين. انا عندي مكانين، ممكن احط 2 رامة في الجهاز، ممكن احط 2 رامة على الجهاز زي ما انتم شايفين شكل مظهر. انا بتلاقوا في بطارية، في منافذ وصلات،
نفذ متسلسل ومتوازي واعرف يعني ايه نفذ متسلسل ومتوازي. جينا بعد كده المكونات برضو الحاسوب، احنا قلنا وحدة النظام ولوحة النظام، ودلوقتي هناخد برضو وحدة المعالجة المركزية والقرص الصلب السنترال بروسيسنج يونت، هي العقل المفكر والمدبر لجهاز الحاسوب، هي المسؤولة عن العمليات الحسابية والمنطقية. يعني الآلة الحاسبة مين المسؤول عنها؟ السي بي يو. لو عملية حسابية سواء جمع وطرح وقسمة وضرب برضو بيعملها للسي بي يو. عملية منطقية كلام كتبته عايز اعرضه على الشاشة برضو مسؤول عنه السي بي يو، زي ما انتم شايفين الشكل بتاع السي بي يو. القرص الصلب، قرص الصلب او الهارد ديسك اللي انا بستخدمه في حفظ الملفات والبرامج على جهاز الحاسوب، هي المسؤول عن المساحة التخزينية الموجودة داخل جهاز الكمبيوتر مخزن. يعني مثلا قلت لك ان جهازك دي الهارد 500 جيجا، معناها هتقعد تحمل لحد 500 جيجا فقط لا غير، ممكن على فكره يسيب مساحه صغيره، يعني مش بيخليك تملي ال 500 كلها، خليك مثلا تملي 482 400 مثلا 80، لازم بيسيب على الاقل جزء صغير فاضي في الاخر. 500 جيجا معناها ان جهازك بيشيل لحد 500 جيجا فقط بيانات وملفات. طيب زي ما قلنا وحدة النظام، لوحة النظام، وحدة المعالجة المركزية، القرص الصلب، وعندي وحدات الإدخال والإخراج، وعندي كارت الشاشة، كارت الفيديو، الميموري نفس اللي هي الميموري اللي بيكون موجود في التليفون، كارت الميموري الصغير، يكون صغير حجمه صغير، هو يعتبر نفس استخدامه بتاع التليفون. عندي وحدات الادخال اللي هي بتدخل لي البيانات، وحدات الاخراج اللي هي بتخرج لي المعلومات اللي انا بدخلها، وهندرس الاثنين بالتفصيل. يعني ايه وحدات ادخال، يعني ايه وحدات اخراج. دي الكيسة زي ما انتم شايفينها اهي، فيديو كارد اللي هو كارت الفيديو بنفس الشكل اللي انتم شايفينه. عندي السيستم فان اللي هي المروحه، عند الباور سبلاي اللي هو المسؤول عن امدادات الطاقه داخل الجهاز، الباور سبلاي، عند المذر بورد اللي هي اللوحه الام اللي احنا شرحناها، عند السي بي وحده المعالجه المركزيه دي كلها موجوده من الداخل، عندي الرام، عندي برضو اللي هو الدرايف، عندي اللي هو المسؤول عن اللي انا بحط فيه الاسطوانات سواء كانت السي دي والدي في دي، عندي الهارد، وعندي المونيتور اللي هو الشاشه. ده كله بيكون موجود داخل جهاز او داخل الكيسه. الشاشه الوصله بتاعت الشاشه انا بوصلها في الكيسه، الوصله بتاعت لوحه المفاتيح بوصلها في الكيسه، الوصله بتاعت الفاره بوصلها في الكيسه، ودي كلها وصلات. الكيسه فيها المنافذ، فيها اللايت او الكابلات زي ما الباشمهندس كمان قال الكابلات. الكيسه نفسها فيها المنافذ اللي انا بوصل فيها الحاجات دي، سواء منفذ الشبكه، المنفذ المتسلسل، المنفذ المتوازي، اليو اس بي. دي عن قرب اللي هي ادي، ده شكل البرنتر، ده شكل اللي هو كارت الفيديو، ده شكل اللي هو الهارد ديسك، ده شكل الرام، ده شكل السي بي يو وحده المعالجه المركزيه، وده شكل الشاشه. في سماعات اهي، ودي الفاره، شكل الفاره، شكل وحده المفاتيح، ودي الشاشه، ده اللي هو السي دي، هنا القرص المرن اللي هو الدي في دي، دي كلها اسمها علبه النظام، ودي عصا التحكم او عصا الالعاب. عندي لوحه المفاتيح برضو، عندي اللي هو محرك الاقراص اللي هي الاسطوانات، ده شكل جهاز الكمبيوتر القديم، ده الشاشه، هنا اللي هو الاقراص المرن السي دي برضه قرص مرن، دي الطبعة، اسطوانة، ده شكل الاسطوانة، هنا اللي هو الراوتر بتاع الانترنت، ده الماسح الضوئي، هنا برضه سماعات، ودي الذاكرة العشوائية اللي هي لو جينا اتكلمنا دلوقتي هنتكلم عن منافذ الادخال والاخراج. اللي انا بدخل منافذ الادخال اللي هي مسؤولة عن ادخال البيانات، واللي هي بتخرج لي برضه البيانات.
المنافذ دي اللي هي بحط فيها الكابلات وسط. عندي منفذ بنفس الشكل ده اسمه المنفذ المتسلسل، ومنفذ بنفس الشكل ده منفذ المتوازي. المنفذ المتسلسل لو انتوا شايفينه كده السنون بتاعته مدببه، السنون بتاعته صلبه، بس هتلاقي ان لو ناحيه اليسار او ناحيه يمينك عددهم 5 وناحيه يسارك عددهم 4. الفتحات نفسها والوصلات نفسها مش زي بعض، يعني هنا مثلا 6 10 9 بيكون ناقصه 1، كل واحد قصاديها 1 ما عدا الاخير ما فيش حاجه قصاديه، ده منفذ بيكون خشن. اما المنافذ اللي زي دي ده اللي هو المتوازي، هو منفذ ناعم ناعم، وهلاقي كل فتحه قصاديها فتحه ثانيه، كل فتحه قصاديها فتحه، كل فتحه قصاديها فتحه. طيب المنفذ المتسلسل ده هو بيرسل لي البيانات بشكل متسلسل، بشكل متسلسل او متوالي، فده بيسبب لي بطء الارسال، بلاقي الارسال ضعيف. لو جيت جربت منفذ زي ده هلاقي الارسال اللي انا برسله ضعيف. طيب علشان اسرع الارسال ده، علشان تنتقل البيانات بسرعه اكبر، عشان احل مشكله البطء، بستخدم منفذ اسمه منفذ متوازي. منفذ المتوازي اللي من خلاله بنقل البيانات وبامكانه تسريع اللي هو تسريع ارسال البيانات. بعد كده عندي في منفذ اسمه اليو اس بي ومنفذ الشبكه. منفذ يو اس بي اللي هي الوصله مثلا بتاعت لوحه المفاتيح، بتاعت الشاشه، بتاعت الفاره، بنفس الشكل ده بنفس الحجم. وصله الشحن على فكره بتاعت تليفون يو اس بي اللي من خلالها يعتبر ده المنفذ الاسرع اللي انا برسل فيه البيانات، وعادة بستخدمه عشان اربط ما بين الجهاز نفسه وما بين الطبعة، جهاز والكاميرا، جهاز والفارة، جهاز ولوحة المفاتيح. ده بالنسبة لي اليو اس بي يونيفرسال سيريال بس اختصار اليو اس بي. اما النتورك بورت او منفذ الشبكة ده المنفذ اللي بحط فيه الكابل بتاع الانترنت، كابل الانترنت اللي بربط من خلاله برضو الجهاز مع بعضها البعض. طيب يبقى عندي 4 منافذ، منفذ الادخال والاخراج، منافذ من منافذ الادخال والاخراج، عندي المتسلسل المتوازي المتسلسل الشامل هو اليو اس بي ومنفذ الشبكه. طيب ناس تفتكر، انا عايز الناس تشارك معايا ايه الفرق ما بين الرام والروم، ايه الفرق ما بين الرام والروم؟ انا قريت اللي انت قلته في الرام والروم، فعلا زي ما انت قلته الرام اللي هي راندم اكسس ميموري اللي هي ذاكره مؤقته، يعني ممكن اشيلها واحط مكانها رام تانية لو باظت، لو حصل لها اي مشكله. تمام. هي مسؤوله عن القراءه والكتابه معا، ريد اند رايت، دي بتستقبل البيانات والبرامج من وحدات الادخال كما تقوم باستقبال النتائج من وحدات المحاسبه او الحساب والمكتب اللي هي السي بي يو. اما بالنسبه للروم هي ذاكره دائمه بتكون موجوده اصلا في الجهاز ما اقدرش اشيلها خالص، وهي مسؤوله عن القراءه فقط. قراءه فقط ولا كتابه؟ هي مسؤوله عن القراءه فقط. عندي زي ما قلنا انا الرامة، لما مثلا عندي الرامة بتكون مساحتها 2، مساحتها 4 8 16 32 زي ما قلنا. مثلا بعرفها ازاي؟ لما بضغط كليك يمين على زيز بي سي، بعد كده بروبرتيز اللي هي خصائص، بلاقي هنا مكتوب الرام 8 جيجا، البروسيسور كور i7، عندي مثلا اللي يهمني السيستم تايب نوع النظام 64. النسخة اللي عندي او الاصدار ويندوز 10، الاصدار ويندوز 10. الرامة هي المسؤولة عن السرعة الموجودة على الجهاز، يعني مثلا انا عايز انزل حاجة حديثة على الجهاز، انا عايز انزل حاجة 2019 2020،
لازم الرامة اللي عندي تكون رامة تستحمل، تكون على الأقل 4 أو 8 علشان تقدر تستحمل معايا. فالرامة أنا مثلا عندي رامة 2 عايز أزودها لـ4، يا إما أشيلها وأجيب رامة 4، يا إما أحط واحدة جنبها تاني رامة 2، كده 2 و2 4، 2 و2 4. فالرام هي بتكون مسؤولة عن القراءة، اللي هي أي حاجة موجودة على الشاشة دي القراءة اللي احنا بنقراها دلوقتي هي المسؤولة عنها الرام، الكتابة اللي احنا بنكتبها برضو مسؤولة عنها الرام. الرام أول مرة صممت سنة 1960. عندي في الهواتف الذكية والتلفونات برضو في رامة، في حاجة اسمها LPDDR، في منها 3 أجيال، الجيل الثاني والثالث والرابع، مع كل جيل السرعة بتزيد. في نوعين أساسيين للرامة، الاستاتيكية والديناميكية. الاستاتيكية والديناميكية، استاتيك ديناميك. ايه معنى استاتيك وديناميك؟ حاجة بتهتم بالثوابت وحاجة بتهتم بيه اللي هي المتحركات، يعني حاجة ثابتة وحاجة متحركة. استاتيك من اسمها ثبوت او سكون، اللي هي ساكنة او ثابتة، اما الديناميك اللي هي الرامة زي رامة متحركة. اما الروم زي ما قلنا هي ذاكرة دائمة بتيجي بتكون موجودة في الجهاز زي ما انتم شايفين اهو شكلها. هي القراءة فقط، تحتوي على البرامج والبيانات الاساسية عشان اشغل الحاسوب، فيها الحاجات الاساسية لتشغيل الحاسوب. انواعها عندي البي روم، الاي بي روم، عندي الاي اي بي روم، دي انواع الروم الموجوده عندي. طيب عندي كروت الشاشه كتيره، عندي نوع اسمه انفيديا، عندي نوع اسمه اي ام دي، عندي كوادرا، وهندرس ده كله مع بعض. عندي زي ما قلت انفيديا، عندي تسلا، عندي كوادرا كوادرو، عندي الفاير برو، ده من الـ AMD. طيب بداية كده أول كارت شاشة اخترع سنة 60، عندما بدأ تعويض الطابعات بالشاشات. أنا عشان أعوض الكلام اللي أنا عايزه كنت بطبعه، طب عشان أعوضه لا، أنا عايز أظهره الأول على الشاشة بعد كده أطبعه. فاستدعى الأمر إن أنا اخترع كارت شاشة، انا مخترع كارت شاشة عشان انشئ بيه الصور. اول كارت شاشة كان من اصدار مؤسسة اسمها الـ IBM سنة 81، اطلق عليه الـ MDA. قد كانت تستعمل خاصية واحدة هي النصوص، وذاكرتها لا تتعدى 4 كيلو بايت، وبرضه مش بستخدم فيها الا لون واحد بس، ده كارت الشاشه. في كارت المدمج، ده بيكون مرتبط باللوحه الام، وفي الكارت المنفصل عن اللوحه الام يعني الكارت الخارجي. في كارت انا بحطه في المذر بورد او لوحه النظام، وفي كارت بيكون منفصل عن المذر بورد. طيب ايه هي العوامل اللي بتاثر عليا في كروت الشاشه؟ سرعه المعالج، السرعه بتاعت السي بي يو، عندي السرعة بتاعت الميموري، عندي برضو السرعة بتاعت الرام، عندي السرعة بتاعت الكارت لبرنامج دايركت اكس، عندي الزمن نفسه بتاع الوصول، عندي معدل انعاش، عندي الريزوليوشن الدقة، عندي السي بي يو يونت معالج الكارت، عندي برضو حاجة اسمها خطوط المعالجة. ده كله بيأثر معايا على كروت الشاشة. لما اجي اختار كارت شاشة لازم انا اكون متوافق مع جهاز الحاسوب اللي عندي. فمثلا انا ما ينفعش اختار كارت شاشة من الفئة العليا والجهاز امكانياته ضعيفة وتردد منخفض، وبعد كده انت تتوقع ان هو يجيب لك اداء قوي. يعني انت جايب كارت شاشة عالي بس الامكانيات بتاعتك او المعالج بتاعك ضعيف، انت ايه اللي استفدته؟ انت كده متوقع ان الاداء يكون قوي؟ لما اجي اختار كارت الشاشة لازم اسأل نفسي سؤال، انا هستخدم كارت الشاشة ده في ايه؟ اذا كنت هستخدمه مثلا ان انا اتصفح والافلام،
ان انا اصنع بيه اغاني وفيديوهات والحاجات دي كلها، فانا اكتفي بالكارت الشاشه اللي هو اساسا بيكون موجود مع الجهاز. في كارت شاشه بيجي مع الجهاز بالامكانيات اللي انا جبته، حتى لو كارت الشاشه الموجود عندي امكانياته ضعيفه خالص، لا كده كده انا هستعمل له التصفح، وان انا بس اسمع بيه مثلا افلام، اسمع بيه اغاني بس فقط لا غير، اسمع بيه القران الكريم. فهو مش من انه يكون فيه امكانيات عاليه. طيب فلو اخذت او جبت، ممكن اجيب كروت الشاشه اللي هي الضعيفه. طب لو انا مثلا هستخدم العاب قويه، عايز مثلا استعمل برامج التصميم زي الفوتوشوب، زي اللي هو انستريتور انديزاين، اللي هي البرامج الهندسيه زي الاوتوكاد السوليد وورك، الحاجات دي كلها بتكون محتاجه امكانيات عاليه، فبضطر ان انا ادور على كارت شاشه عالي. كروت الشاشه الانسب عندي في كارت شاشه اسمه انفيديا، عندي ام دي، عندي فاير برو، عندي تسلا، عندي الكوادرا. طب ايه الافضل، انفيديا ولا ام دي؟ الام دي كان اسمه اي تي اي سابقا، اي تي اي. انا اول حاجه حددت انا عايز كارت الشاشه ده ليه، سواء كان للالعاب او البرامج العاليه، ولا عايز ان انا بس تصفح ومشاهده الافلام وسماع المصري غني. فبعد ما حددت عندي شركتين انفيديا وام دي، دي كروت الشاشه اللي هي منتشره في السوق. اول حاجه الانفيديا، الانفيديا دي تبع شركه اسمها جي فورس، تبع شركه اسمها جي فورس. طيب عندي اربع فئات علشان تدل على مواصفات كارت الشاشه. عندي الاي بي سي دي اف اف. الاي بتمثل لي الفئه بتاعت الكارت، الاي بتمثل الفئه، البي الموديل، السي دي تمثل اصفارا، الاف اف تمثل الحروف التي تعطيك بيانات عن مواصفات كارت الشاشة، زي مثلا جي تي 8600، زي الجي تي 8600. طيب ايه معنى الكلام ده؟ هنا 1 2 3 4 5 6، ادي 1 2 3 4 5 6 زي ما انتم شايفين. هو هنا مثلا هو قال لك ان الاي بتمثل الفئه، البي الموديل، السي دي تمثل اصفار اهي زي ما انتم شايفين اصفار. طب الاف اف الاخيره الحروف التي تعطيك بيانات عن مواصفات الكارت اللي هي جي تي ار، وبدأت تمثل الاي اللي هي الفئه، السته بتمثل اللي هي الموديل، الصفرين اللي هي السي دي، والجي تي اللي هي الحروف اللي بتديني بيانات. زي مثلا انفيديا جي فورس 8800 جي تي، ادي انفيديا جي فورس 8 اللي هي الفئه بتاعت الكارت، ال 8 الثانيه اللي هي الموديل، الصفرين اللي هي السي دي، الجي تي اللي هي الحروف اللي بتديني بيانات عن مواصفات الكارت. لو لقيت كروت شاشه بتنتهي اخر 3 ارقام بينتهوا ب 100 او 200 او 300 او 400 او 500، فهي كروت شاشه ضعيفه. انا بتكلم حاليا على الانفيديا، على الانفيديا 100 200 300 400 500، فهي كروت شاشه ضعيفه. طيب اللي بينتهي ب 600 او 700 زي ده، فهي كروت شاشه متوسطه، وبينصحوا بيها للناس اللي عايزه تشغل العاب. اما اللي بتنتهي ب 800 او 900 او 950 فهي كروت شاشه عاليه. يعني مثلا 7200 بينتهي بكام؟ ب 200 اهو. ال 200 احنا قلنا 100 او 200 او 300 او 400 او 500 ضعيف. 600 700 زي ما انتم شايفين ده 600 متوسط. ده بينتهي ب 800، ف 800 معناها عالي، 800 900 950. ولو جينا بصينا على اللاب هنا، كارت الشاشه بينتهي بكام؟ انتل كور اي 7 8550، 550. ايه معنى 550؟ هو ما بين الضعيف وما بين المتوسط، بس انا مستعوض عنها بحاجه تانية اللي هي الجيل السابع.
الجيل السابع أيضا، الجيل السابع. يعني مثلا لو جيت قلت ده بالنسبه للارقام، يعني ادي ده بينتهي ب 600، ده متوسط، بينتهي ب 800 عالي، زي ما قلنا بينتهي ب 800 900 950 فهو كارت شاشه عالي، 600 700 متوسط، من 100 ل 500 فهو ضعيف. ده بالنسبه للارقام. طب لو كرموز عندي ال ال اي اللي بينتهي ب ال اي فهو ضعيف، ضعيف جدا كمان. الجي اس برضه ضعيف، الجي تي هي كروت جيده، اما الجي تي اكس او الجي تي اس الاثنين فهي كروت شاشه عاليه، كروت شاشه عاليه. الالترا اقوى كارت من الكروت الموجوده، الاكس 2 ده اقوى منهم كلهم. مواصفات البروسيسور ايه بس؟ كارت الشاشه اللي عندك الجيل الكام لو بصيت عليها؟ كارت الشاشه الجيل الكام عندك؟ عندي انتل كور. ايه معنى انتل كور؟ يعني كارت الشاشه هنا انفيديا ولا اي ام دي؟ انتل كور تبع الانفيديا، انفيديا انتل كور اي 7. البروسيسور بيقول لي التردد بتاعه 1.80 جيجا هرتز، 1.3 جيجا هرتز. ادي قال لك هنا السي بي يو، قال لك السي بي يو وحده المعالجه المركزيه، وقال لك التردد بتاعها، قال لك التردد بتاع وحده المعالجه المركزيه، وهنا كارت الشاشه. طيب هنا لو جاء قال لي مثلا كارت شاشه 8600 جي تي اس، 600 احنا قلنا متوسط، طب لكن لا، في حروف، الحروف جي تي اس احنا قلنا جي تي اس هي حروف عاليه. في الحاله دي انا باخد على الحروف اللي عندي مش بالارقام، انا هاخد بالحروف. ساعات بيكون الارقام والحروف متوازيين، او الاثنين بيكملوا بعض، او الاثنين بنفس الفئه، يعني 600 وهنا قايل لي مثلا جي تي، يعني متوسط كويس. طيب لو لقيت ارقام مثلا رقم ضعيف، ولقيت مثلا الكارت مواصفات الكارت نفسه قال لي جي تي اس، باخد على الحروف اللي عندي اللي هو الجي تي اس. ممكن يتحط مكانها او يستعوض عنها اللي هو الاجيال، عندي الجيل الثالث، الجيل الخامس، الجيل السابع. ده بالنسبه لكارت الشاشه انفيديا. طيب الاي ام دي او اللي كان اسمه اي تي اي سابقا، دي شركه كنديه تاسست سنه 85، بعد كده الشركه الكنديه دي تحولت الى شركه امريكيه سنه 2006. عندي اي ام دي، ايه هي الاي ام دي؟ او اعرف ازاي الكارت الاي ام دي عندي اذا كان قوي ولا ضعيف؟ بيقول لي الفئه العليا ام الدنيا ام الوسطى. الفئه العليا يكون رقم المئات بيها 9، رقم المئات يعني احاد، عشرات، مئات. طيب المتوسطه 7 و8. طيب الدنيا او الفئه الاضعف 6 5 4 3. كارت مثلا 7870 اقوى من 7850، يعني 870 اكبر و 850 870. رقم المئات اللي هو الرقم الثالث 7 ضيق، قلنا متوسط. 5 الرقم الثالث ضعيف، هنا 7 متوسط، 5 اللي هو بيكون ضعيف. ده اللي هو الاي ام دي، وازاي افرق ما بين الاي ام دي والانفيديا. افضل انواع الانفيديا اللي ممكن اجيبها، دي افضل انواع كروت الانفيديا اللي انا كاتبها لك، اللي هو فيها الار تي اكس، جي تي اكس والجي تي اس، وبرده في حاجه اسمها الار تي اكس، دي برده من اقوى الكروت اللي ممكن اجيبها للانفيديا. اللي بيأثر معايا على سرعه الحاسوب، اللي بيأثر معايا على الاداء نفسه بتاع الجهاز، اول حاجه سرعه وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو، دي برضو اللي هي المسؤولة عن تنفيذ العمليات، فكلما كان تنفيذ الأوامر أسرع كان أداء الحاسوب أفضل. الرامة، الحجم بتاع الرامة وسعة الذاكرة عندي، السايز بتاعة الرامة برضو بتأثر لي على سرعة الجهاز، يعني رامة 8 غير رامة 4 غير رامة 2. طيب إيه تاني؟
الهارد ديسك الحجم نفسه، يعني مثلا لو حجم الهارد ديسك 500 غير لما يكون حجمه 300، غير لما يكون حجمه مثلا 1 تيرا. بطاقة الشاشة برضو حجمها بيأثر معايا على سرعة الحاسوب، وكلما كانت سرعة عملية معالجة الصور وعرضها بوضوح زي ما انتم شايفين كده فبيقلل العبء من على وحدة المعالجة المركزية. التطبيقات المفتوحة، يعني ما يجيش حد مثلا يفتح لي أكتر من 6-7 تطبيقات في نفس اللحظة ويقول لي ليه الجهاز ثقيل، فلو شغلت كذا تطبيق في نفس اللحظة هيأثر معايا على سرعة الجهاز، ده اللي بيأثر معايا على أداء الحاسوب. في حد كان سألني سؤال من شوية، تمام؟ منفذ اسمه الصعقة، ايه هو منفذ الصعقة؟ منفذ الصعقة او زي ما هو كان قايل يقول لي منفذ الساندربورت. ايه منفذ الساندربورت؟ طيب المنفذ ده بربط بيه الأجهزة الطرفية بالحاسوب. يعني ايه أجهزة طرفية؟ يعني ايه أجهزة طرفية؟ يعني مثلا بتشوفوا طبعا اللي هي التلفونات اللي هي التلفونات المحمول بتلاقوا فيه وصلات ينفع تركب مثلا على التلفون، وفي وصلات لا، في وصله مثلا بتكون من طرفين، طرف منهم يو اس بي والطرف الثاني المنفذ اللي انا بحطه في التليفون، المنفذ الصغير اللي انا بحطه في التليفون. فالمنفذ الصغير ده اللي بتحط في التليفون هو اسمه الساندربورت، ده اللي هو المنفذ اللي بيكون متكون من ايه، او الوصله بتتكون من منفذين، وصله بتتكون من منفذين، منفذ يو اس بي بحطه في الشاحن، ومنفذ التاني اللي بتحط في التليفون. المنفذ التاني اللي هو بوصل بيه البيانات من الشاحن اللي عندي للتليفون، او بوصل بيه الكهرباء من الشاحن للتليفون. ده باختصار الساندربورت، وهنشرحه ان شاء الله باذن الله في نهاية المحاضرة لو في وقت معانا، او نشرحه باذن الله بداية المحاضرة اللي جاية، لان منفذ الساندربورت ده كتير فمحتاج وقت اكبر مننا للشرح، فده باختصار الساند ريبورت. طيب عندي وحدات قياس الذاكره، وعندي وحدات التخزين، عندي وحدات ادخال، وحدات الاخراج، وعندي ادخال واخراج معا. اول حاجه وحدات قياس الذاكره. طيب لو جيت وقفت على ده عشان اعرف الحجم بتاعه روبرتس، فقال لي حجمه 95 كيلو بايت بالكيلو بايت. او جيت وقفت مثلا على ده قال لي ايه؟ قال لي جيجا بايت. وقفت على ده نجيب تفاصيل بس شوف مثلا الصورة، قول لي برضو كيلو بايت. هتلاقوا في ويندوز 10 لما اجي هنا ويندوز 11 قصدي، هو يعتبر حاجه محدثه من الويندوز 10، مش هتلاقوا فيه اللي هي قائمه ريفريش. لما اجي اضغط مثلا على الصوره بتلاقي فيه سهم صغير كده من تحت، فلو حطت على السهم ده هلاقيه بينزلنا الاوامر تاني اكتر. نفس القصه لما اجي هنا ادور على ريفريش، في اوامر كتير على فكره ممكن ندرسها ان شاء الله، ممكن اشرح لكم ويندوز ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. احنا شرحنا ويندوز 10، ممكن نشرح اساسيات ويندوز 11 مع بعض. نيجي نكمل زي ما قلنا، عندي الكيلو بايت، عندي الميجا بايت، الجيجا بايت، التيرا بايت. اصغر وحده عندي اللي هي البت، اللي هي بتمثل الرقمين سواء صفر او واحد، احنا قلنا عليها النظام العشري او النظام الثنائي. ده لو انا اصلا الملف اللي عندي ما فيهوش اي حاجه، فاضي خالص. طيب
البايت بيتكون من 8 بت. طيب الواحد كيلو بايت 1024 بايت، يعني الميجا بايت 1024 كيلو بايت، الجيجا بايت 1024 ميجا بايت، والتيرا بايت 1024 جيجا بايت. الحاجة الأكبر، أكبر حاجة فيهم التيرا، بعد كده الجيجا، الميجا، الكيلو، البايت، البت. كل حاجة بتساوي 1024 من الحاجة اللي قبلها، يعني التيرا بايت الوحدة الأصغر منها الجيجا بايت، ف 1024 جيجا بايت. طب أنا هنا عايز أحسب القيمة بتاعت التيرا بايت، لازم أجيب قيمة الأول الجيجا بايت. طب إزاي أجيب قيمة الجيجا بايت؟ هي الجيجا بايت 1024 ميجا بايت، عشان أجيبها لازم أجيب قيمة الميجا بايت، ما عنديش قيمة الميجا بايت. وعشان اجيب قيمة الميجا بايت لازم احسب قيمة الكيلو بايت. طيب عشان احسب قيمة الكيلو بايت لازم اجيب عندي البايت اللي هو ده، اللي هو بيكون 8 بت. طب علشان اجيب البايت لازم اكون عارف البت. البت انا لو اخدت صفر يبقى صفر، كده انا مش محتاج احسب قيم. طيب فهاخد رقم واحد يبقى 8 بت. البت كام؟ البت واحد، يبقى 8 في 1 ب 8. معنى كده ان البايت بيجي عندي ب 8، هقول 1024 في 8 عشان اجيب قيمه الكيلو بايت. طيب كده جبت قيمه الكيلو بايت، القيمه اللي طلعت هنا اشيل الكيلو بايت واحطها مكانها، نفس القصه لحد ما اوصل للتيرا بايت. هي حسابات رياضيه. عندي وحدات التخزين، الحاجات اللي انا بخزن بداخلها الملفات، اللي بخزن بداخلها سواء كان الملفات او المجلدات او التطبيقات او صور او اغاني او ايا كان ايه الحاجات اللي انا بخزن بداخلها البيانات بتاعتي. زي ايه مثلا؟ عندي القرص الصلب الهارد ديسك بخزن بداخله ملفات، عندي القرص المرن، عندي اللي هو اللي انتم شايفينه بالشكل ده اللي هو كان موجود زمان، عندي السي دي بخزن بداخلها ملفات وبيانات ومعلومات، الدي في دي برضه نفس القصه. طب ايه الفرق ما بين السي دي والدي في دي؟ السي دي خاصه بالاغاني والصور والفيديوهات، اما الدي في دي اسطوانه خاصه بالفيديوهات فقط من اسم قرص رقمي. ممكن اخزن تاني برضه عن طريق الانترنت، عن طريق الشبكه، عن طريق كارت الميموري، عن طريق الفلاشه، دي كلها حاجات ممكن اخزن بداخلها ملفات ومعلومات. الحاجات اللي انا بقدر بص عليها الملفات والبيانات. طيب عندي في حاجه بعد كده اسمها وحدات ادخال ووحدات اخراج. وحدات الادخال الحاجات اللي بتدخل لي البيانات فقط، اما الاخراج هي اللي بتخرج لي البيانات فقط. يعني لوحه المفاتيح بتدخل لي البيانات بس، لكن هل تقدر او ينفع تطلع معلوماتها؟ تطلع المعلومات ازاي؟ تطلع المعلومات ازاي؟ الفاره بتدخل لي بيانات بس، كره المسار، الكره الموجوده في الفاره من جوه، الماسح الضوئي انا بدخل له بس بيانات، يعني بحط الصوره اللي عايز اعمل لها مسح ضوئي او اطبعها احطها كده انا دخلت له البيانات. لوحه اللمس اللي بتكون موجوده في اللاب، قلم الضوئي، القلم ده بيدخل البيانات. طب بيطلع لي البيانات ازاي؟ مش بيطلع بيانات. الميكروفون اللي هو بيطلع صوتي، الميكروفون ايه الفرق ما بين الميكروفون وما بين السماعات؟ انا اعرف الميكروفون اللي انا بدخل له صوتي، بدخل له صوتي، ميكروفون بدخل بيه صوتي، الكاميرا بدخل صورتي، ده اسمه وحدات ادخال. اما الاخراج، الشاشه بتطلع لي البيانات على الشاشه، السماعات بيطلع لي صوت فده اخراج، الطبعة الورق اللي انا بطبعه فدي اخراج، السماعات بيطلع لي صوت اخراج، اخراج للصوت. شاشة اللمس دي ادخال واخراج، ممكن من خلالها ادخل البيانات عن طريق اللمس او التاتش، وممكن من خلالها تطلع لي برضو البيانات اهي زي ما انتم شايفين البيانات اللي طلعت. طيب المودم او الراوتر بدخل له بيانات بيطلع لي معلومات، انا بدخل له بيانات ايه؟ اللي هو الكابل، الكابل نفسه او الاشاره نفسها او الحراره نفسها، انا كده يعتبر بيانات بدخلها
وبيطلعها لي في صوره داتا او بيانات ممكن استعملها للانترنت. هندسه انا هعدي بس ريست كده لحد الساعه 4 الا ربع، نصلي العصر ونرجع نكمل تاني ان شاء الله. تمام. الجزء الثاني اللي هو السوفت وير، زي ما قلنا السوفت وير اللي هو خاص بالانظمه و انظمه التشغيل والبرامج. زي ما قلنا السوفت وير هي اللي هي الحاجات الغير ملموسه اللي انا ما اقدرش امسكها، الحاجات اللي موجوده داخل الجهاز اللي هي انظمه التشغيل، البرامج زي ما انتم شايفين كده. دي مجموعه التعليمات او التوجيهات التي يحتاجها الحاسوب لاداء مهامه، او هي جميع البرامج اللازمه لتشغيل الحاسوب. زي ما قلنا تنقسم الى انظمه التشغيل وبرمجيات تطبيقيه. اول حاجه انظمه التشغيل، دي يعتبر برامج او تعليمات تتحكم في مكونات الحاسوب، وهي وسيط ما بين البرامج وما بين الاجهزه والمعدات. ازاي يعني؟ لو جينا بصينا هنا، من اهم برامج انظمه التشغيل عندي الدوس، الديسك اوبريشن سيستم، ده كان اول نظام تشغيل او اقدم نظام تشغيل. جه بعده اللي هو الويندوز اللي هو الاكس بي وال7 وال8 وال10 وال11. جه بعد كده في نظام مطور اسمه الاو اس على 2، وعندي اللينكس وعندي اليونكس، وعندي اللي هو في التليفونات الاندرويد. دي انظمه التشغيل اللي هي مسؤوله عن او هي وسيط ما بين التطبيقات وما بين المستخدم او الشخص اللي بيستخدم جهاز الكمبيوتر والمعدات نفسها. اما الجزء الثاني اللي هو البرمجه، بعد ما عملت نظام التشغيل ففي برامج بشغلها. ايه هي البرامج دي؟ كل البرامج اللي ممكن اشتغل عليها على جهاز الحاسوب، زي الوورد اللي هو معالجه البيانات، زي الاكسل اللي هو الجداول الالكترونيه، زي الداتا بيز اللي هو قواعد البيانات، زي البرزنتيشن اللي هو العروض التقديميه الباوربوينت، زي اللي هو الجوجل او متصفح الانترنت. عندي برامج بحسن بيها امكانيه الوصول. دي صممت خصيصا لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب عندي اربع برامج، برنامج او برامج تمييز الاصوات، برامج قرأ الشاشه، برنامج مكبرات الشاشه، وخاصيه لوحه المفاتيح على الشاشه. تمييز الاصوات، زي ما انا دلوقتي بدخل صوتي علشان انتوا تسمعوه، ممكن مثلا ادخل صوتي علشان افتح برنامج معين، ممكن ادخل صوتي عشان اشغل جهاز الحاسوب، ممكن اسجل صوتي عن طريق ان انا بتكلم او بقرا الكلام المكتوب على الشاشه، زي ما المحاضره بتجي لكم مسجله بعد كده. فمعنى ان المحاضره بتجي لكم مسجله بعد كده معناها ان انا بسجل الصوت بتاعي علشان انتوا تسمعوه، علشان يتعرف على صوت المستخدم. طيب قرأ الشاشه، في بعض الشركات عملت برنامج خاص بضعاف البصر والمكفوفين، برنامج منهم اسمه قارئ الشاشه. البرنامج ده بيقدر اجراري اللي هو مكتوب على شاشه الحاسوب سواء كان بالعربي او الانجليزي. ده بيمكن المكفوفين ان هم يجروا مستندات الوورد والبريد الالكتروني وصفحات الويب، فبيجرى لي اللي مكتوب على الشاشه. برنامج كل الكلام المكتوب ده بيجراه الشاشه اللي هو الزوم. يعني انا دلوقتي زي ما انتم شايفين هو برنامج بيقوم بتكبير جزء من الشاشه، ده موجه لضعاف البصر، معنى كده ان هو صغير. جيت صغرته زي ما انتم شايفين اهو كده صغير، بيكبر عشان اشوف الكلام بوضوح الدقه بتاعته. كبرت كبرت زي ما انت شايف، شايف الكلام كبير خالص. خاصيه لوحه المفاتيح، لو جيت كتبت كيبورد او لوحه المفاتيح ظهرت معايا لوحه المفاتيح على الشاشه. لو انا الكيبورد اللي عندي مش شغال ممكن اشتغل زي ما انتم شايفين كده، ممكن اشتغل بلوحه المفاتيح دي،
لو وقفت هنا وجيت كتبت حاجة أهو بيكتب معايا. هل برضه أو لوحة المفاتيح الموجودة على الجهاز مشغلتش. عندي فايل سب فولدر الفولدر الدرايف. زي ما قلنا الفايل بتكون مساحته أقل من السب فولدر، والسب فولدر مساحته أقل من الفولدر، والفولدر مساحته أقل من الدرايف. أكبرهم الدرايف ثم الفولدر ثم السب فولدر ثم الفايل. ده اسمه درايف، ده اسمه فايل، ده اسمه فولدر، واللي جواه اسمه سب فولدر. يعني ده اسمه فايل. يعني انا ما اقدرش اجيب مثلا حاجه زي كده اروح احطه كده بداخله. ما ينفعش احط فولدر داخل فايل، ما ينفعش احط فايل داخل فايل، لكن ينفع احط فايل داخل فولدر. ينفع اللي هو الفولدر اللي هو شكل الكتاب اللي انتوا شايفينه ده. مساحته بتكون اقل من الفولدر. طب لو جيت مثلا فتحت فولدر او فتحت مثلا فولدر بنفس الشكل ده، بلاقي جواه ملف تاني. الملف اللي انا بلاقيه جواه اسمه السب فولدر، هو بيكون مجلد فرعي وليس رئيسي، هو متفرع من الرئيسي، متفرع من الفولدر الرئيسي، بتكون مساحته اقل من الفولدر الاساسي. والدرايف زي ما شرحناها زي ما انتم شايفين اللي هي السي والدي والاي والاف وهكذا. فلو جيت حسبت هنا مثلا بيقول لي 424 زودها على 507 400. اول حاجه نجيب على الحاسبه هيديك 930، فهو سايب مساحة 70 جيجا فاضية لازم يسيبها. فده الجهاز الهارد 1 تيرا، هارد الجهاز 1 تيرا. بعرف من هنا المساحة التخزينية كلها بتاعت الجهاز. ال 15 جيجا اللي هنا بيقول لي 15 جيجا فري، يعني فاضل في هنا 15 جيجا فاضية. أما في السي فاضل 156 جيجا فاضية. طيب لو جينا بصينا هنا سؤال من الأسئلة بيقول لي أي من الخيارات التالية يعد ميزة من ميزات تخزين البيانات على الإنترنت؟ لما أجي أخزن البيانات على الإنترنت ليها كذا ميزة، همديك اختيارات. أي ميزة من الميزات دي يعتبر من ميزات تخزين البيانات على الإنترنت؟ إن أنا أقدر من خلالها إن أنا أشارك البيانات بأمان دون الحاجة إن أنا أدخل على جهاز الحاسوب. إن أنا أقدر من خلالها إن أنا اوصل او اشارك البيانات بامان. طيب لما اجي اعمل نسخه احتياطيه من البيانات بانتظام عشان اخزنها على فلاش، اخزنها على كارت ميموري، اخزنها مثلا على اي حاجه خارجيه، ليه بعمل الكلام ده؟ علشان احتفظ بنسخه من البيانات في حال تعرضها لاي فقدان او تلف. يعني لو البيانات الموجوده على الجهاز اللي عندي حصل لها تلف او البيانات اللي عندي اتحذفت، لا انا معايا نسخه احتياطيه منها. يعني ايه فيروس حاسوب؟ ده برنامج صمم اصلا علشان يخرب الجهاز او يتلف ملفات الحاسوب. الفيروس بيجي لي على الجهاز عشان يبوظ لي الملفات الموجوده عندي، يوقف لي تشغيل الملفات دي. طيب مدي لك اشكال، بيقول لي اي شكل من الاشكال دي بيمثل رمز المستندات النصيه. المستند اللي هو الوورد، وورد اللي هو مستند، اما الباوربوينت هو برزنتيشن، اما الاكسس هو داتابيس قاعده بيانات، والاكسل اللي هو سبريد شيت او بوك كتاب. طيب من عناصر الامان المطلوبه عشان اسجل الدخول الى نظام الحاسوب، عشان ادخل لجهاز الحاسوب، عشان ادخل على الفيس، عشان ادخل مثلا على اي حاجه، لازم يكون في اسم المستخدم وكلمه مرور. نفس القصة في الفيس، بدخل بريد الكتروني وكلمة المرور. عنوان، ايه معنى عنوان البريد الالكتروني؟ عنوان معناها الرابط. انا مش الرابط، لا هو البريد الالكتروني وكلمة المرور. طيب وعندي اسم المستخدم وكلمة المرور، فرق ما بين الاثنين. عشان اعمل تسجيل دخول الى الجهاز اللي عندي لازم يبقى عارف اسم المستخدم
تخدم اسم صاحب جهاز. طيب كلمة المرور اللي عملها لجهاز الكمبيوتر نفس القصة. طيب علشان لو قال لك تسجيل الدخول الى السوشيال ميديا، صفحات السوشيال ميديا، يبقى عنوان البريد الالكتروني وكلمة المرور. مدي لك صور زي كده، بيقول لك اي من الصور التالية انا بستخدمه ان انا اخزن بيه الملفات. هل الطبعة بقدر اخزن جواها الملفات؟ هل الكابل بقدر اخزن بداخله الملفات؟ هل كارت الشاشة بقدر اخزن بداخله ملفات؟ ولا الهارد او الفلاشة اللي بخزن بداخلها ملفات؟ الهارد او الفلاشة اللي ظاهرة عندي. عندي الامتدادات، هنشرح الامتدادات. عندي الام بي 3 دي امتداد الاغاني، ام بي 4 امتداد الفيديو، الجي بي جي امتداد صور، البي ان جي امتداد صور، الجيف امتداد صور متحركة. عندي دي او سي اكس امتداد برنامج الوورد، البي بي تي اكس امتداد برنامج الباوربوينت، الاكس ال اس امتداد برنامج الاكسل، الاي سي سي دي بي امتداد برنامج الاكسس. ايه معنى امتداد؟ يعني نظام التشغيل او اللي بيشغل لي الحاجة دي. ايه هو اللي بيشغل الفيديوهات الام بي 4؟ لو انا مثلا عندي ملف مبارك ولقيت في نهايته في حاجة اسمها دي او سي اكس، الدي او سي اكس، فروحت شلت الامتداد دي، هلاقي الملف نفسه تحول لورقة بيضاء. يعني جربنا مثلا انشأنا ملف وورد اهو، ورحت شلت الـ DOCX، جرب ان انا اشيلها، ادي شلتها، دست على اوكي، يقول لي are you sure you want to change it، يعني انت متأكد انت عايز تغيره، ودست yes، الاقي اتحول لملف او ورقة بيضاء، معنى كده ان هو تم اتلف، وادي صفر بايتس، معناه ان هو ده ملف تالف، ملف لا يصلح للتشغيل. فالامتداد ضروري لتشغيل اي برنامج. من الضروري ان يتم تحديث برامج مكافحة الفيروسات بشكل دوري ومنتظم. ليه لازم كل شوية اعمل تحديث للفيروسات؟ علشان تقدر تكتشف لي فيروسات جديدة، علشان تقدر تعمل لي اكتشاف الفيروسات الجديدة التي ممكن ان تخترق جهاز الكمبيوتر. حد الان اللي انا شرحته اساسيات الكمبيوتر، الحاجات اللي انا شرحتها مفيش اي امتحان دولي هيخرج من الاسئلة دي. انا جايب لكم الاسئله كلها بتاعه الامتحانات الدوليه، سواء الاي سي دي او الاي سي 3، اللي ممكن تتسالوا عنها في اساسيات الكمبيوتر، سواء كان الجزء النظري او العملي اللي احنا شرحناه، او العملي اللي احنا شرحناه. ده بالنسبه للجزء اساسيات الكمبيوتر. طيب هنتكلم على اساسيات الانترنت اللي هو الجزء النظري ان شاء الله، وهنحل برضو اسئله الامتحانات بتاعته، وإن شاء الله بإذن الله هكتفي بكده النهاردة بعد أساسيات الإنترنت، والمحاضرة الجاية أساسيات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. في ناس اللي هو فعلا النظري تجيل، أو النظري نفسه الناس ما بتحسش بمتعة فيه، بس النظري ده ضروري علشان أجتاز الامتحان الدولي. مفيش امتحان دولي يخلو من الجزء النظري اللي احنا بنشرحه ده، سواء كان الاي سي دي ال او الاي سي 3 او الام او اس. عايز امتحن الامتحان الدولي بتاع اي حاجه من الثلاثه دول، لازم اذاكر الاسئله النظريه بتاعته. طيب الجزء الثاني اللي هشرحه النهارده اساسيات الانترنت. يعني ايه انترنت؟ هي مجموعه شبكات مرتبطه ببعضها البعض من مختلف البلدان عن طريق كابلات او خطوط تليفون او اقمار صناعيه. الانترنت بيمكنني التواصل مع الاخرين، بيمكنني ان انا اعمل خدمات الكترونيه، بيمكنني ان انا اعمل دردشه، بيمكنني من حاجات كتيره ممكن اعملها. طيب تمام، باشمهندس مراد حاضر، في نهاية المحاضرة إن شاء الله هقول لحضرتك لو حابب إن أنت تدخل الامتحان الدولي ممكن تاخد الامتحان الدولي إزاي. طيب الإنترنت بيقدم لي إيه؟ خدمات الإنترنت اللي ممكن يقدمها لي؟
ان انا بعمل من خلاله اللي هو ارسال الايميلات اللي هو البريد الالكتروني. ان انا لو حابب ان انا اوصل لاي معلومه من المعلومات عن طريق الانترنت، ان انا لو عايز اوصل لماده دراسيه عن طريق الانترنت، ان انا اتواصل مع الاخرين عن طريق الانترنت، ان انا اعمل خدمات. الخدمات الحكوميه دلوقتي معظمها بيت عن طريق الانترنت. اعمال المصرفيه الالكترونيه، لو عايز ابعت مثلا في دافون كاش، عايز مثلا ابعت اتصالات كاش، عايز مثلا ان انا ابعت حاجه عن طريق الفيزا، ان انا اعمل اعلان ممول عن طريق الفيزا، فده كله بيبقى عن طريق الانترنت. اعمل تجاره الكترونيه زي مثلا اللي هي جوميا وسوق دوت كوم، ده برضو اللي هو ممكن اشتري عن طريق الانترنت. دي كلها خدمات ممكن يقدمها لي الانترنت. طيب ايه الفرق ما بين الانترنت والاكسترانت؟ الانترنت والاكسترانت دول شبكتان تستخدمان تقنية. في الشبكتين دول انا بستخدم تقنية الانترنت، بربط كل من هما بين مجموعة حواسيب، كذا جهاز عندي بربطهم ببعض بمؤسسة واحدة داخل مبنى او مجموعة مباني متجاورة، وبتكون مرتبطة ببعضها البعض عن طريق خطوط الاتصال اللاسلكية. السلكية أو اللاسلكية، أنا آسف، السلكية أو اللاسلكية عن طريق أسلاك أو غير أسلاك. الإنترنت تستخدم لتبادل البيانات والملفات الخاصة بالشركة والبحث في قاعدة بياناتها من قبل موظفي الشركة فقط. يعني احنا كلنا في شركة واحدة، تمام، كل واحد موجود في الشركة فتح الانترنت، فتحه عن طريق الشركة. طيب لو جالك حد من بره، حد غريب عنك، زي مثلا كمثال احنا قاعدين كلنا في المنزل او في البيت، واحنا كلنا في البيت فاتحين الشبكة بتاعتنا، جالك حد من بره زيارة ورحت فتحت له شبكة الانترنت، حد من الخارج معناه اكسترا يا خارج او حد زياده، فجي من بره تسمح لبعض المستخدمين من خارج الشركه الدخول اليها بعد ان يحصلوا على كلمه مرور تمكنهم من الدخول للشبكه، يعني مش هيقدروا يدخلوا عليها غير لما انت تدي لهم كلمه المرور. فانتر معناها الداخل، اكسترا معناها خارج. انتر معناها ان انا مثلا موظفين الشركه بس اللي بيستخدموا الانترنت، او لو في المنزل احنا بس بنستعمل الانترنت. طب لو جالي حد من بره، حد من الخارج او حد غريب عني، فبديله انا كلمة المرور عشان يدخل معايا، فدي اسمها اكسترا نت. طب ايه الفرق ما بين الابلود والداونلود، التحميل والتنزيل؟ التحميل ان انا باخد نسخة من ملف الحاسوب ويرسلها على جهاز حاسوب بعيد، سواء كان متصل بالانترنت او غير متصل بالانترنت. يعني انا اخدت نسخه من الجهاز اللي عندي بعتها مثلا، او ملف بي دي اف بعتها عن طريق الواتساب، بعتها عن طريق الماسنجر، بعتها عن طريق مثلا التليجرام، بعتها عن طريق الفايبر. انا ببعت ملف عندي موجود، ببعته موجود عندي على سواء كان الهاتف المحمول او على الجهاز، ببعته على مواقع السوشيال ميديا، او باخد نسخه من الملف بحطها على فلاشه، باخد نسخه من ملف وبحطها على كارت ميموري علشان ابعتها لجهاز حاسوب تاني. انا اخدت نسخه من الملفات الموجوده عندي وحطيتها على فلاشه او كارت ميموري علشان احطها على جهاز حاسوب اخر. طيب لو جيت ان انا نقلت او جبت ملفات من الانترنت او المتصفح من الانترنت ورحت نزلتها على الجهاز اللي عندي، دي اسمها داونلود او تنزيل. يعني دخلت على جوجل الانترنت وكتبت اي حاجه ايا كانت الحاجه اللي انا كتبتها مثلا هنا، ورحت نزلتها على الجهاز، نزلتها عندي على الجهاز، فمعنى كده ان انا نزلتها على الجهاز معناها ان انا بعمل داونلود تنزيل عن طريق الانترنت، عن طريق الانترنت. يعني ايه نقل ملفات او ايه معدل نقل ملفات؟ الملفات عشان انقلها بقيسها بايه؟ بقيسها او هو مقدار ما يتم ارساله واستقباله من بيانات في الثانيه الواحده، بقيسها بوحده البت بير سكند او الكيلو بت بير سكند او الميجا بت بير سكند او الجيجا بت بير سكند او التيرا بت بير سكند، اللي هي وحدات قياس الذاكره اللي احنا شرحناها. لما اجي انقل ملفات من مكان لمكان، يعني مثلا حبيت ان انا اعمل نقل
هنجرب دلوقتي مع بعض. لو عايز انقل الحاجة على الفلاشة بلاقي، حاول نجربها عندي على الجهاز هنا اهو. الاتنين دول مثلا عملت لهم كوبي او نسخ، رحت حطيتهم هنا. شايفين اللي ظهر ده دلوقتي او العلامات الخضر اللي ظهرت دي؟ ده كده بيعمل لي ارسال للبيانات. طب عندي نجرب تاني عشان برضه نشوفها بشكل اكبر. دي هنا في السي، عايز اعمل نسخه منه اهو. شايفين ده معناها نقل الملفات والبيانات مقدار ما يتم ارساله. ده معنى الكلام ده ايه اهو. بيقول لي مثلا اسم ايه اللي بتبعت، عند الوقت اللي فاضل قد ايه، المساحه الكليه كام اهو. فهو كده هنا بيعمل لي ارسال، شغال بيعمل ارسال للبيانات. ده هو مقدار ما يتم ارساله في السنه الواحده. نرجع تاني. طرق الاتصال بالانترنت، يعني ازاي اتصل عن طريق الانترنت، ازاي اعمل اتصال بالانترنت. في حاجة عندي اسمها اتصال الهاتفي او عبر الهاتف المقال. ايه معنى اتصال الهاتفي؟ يعني عن طريق الهاتف المحمول، عن طريق بيانات الهاتف، عن طريق كارت. طيب عندي اتصال الواسع العريض اللي هو عن طريق فلاشة، فلاشة خاصة أصلا بالإنترنت، عن طريق الاتصال اللاسلكي، عن طريق الاتصال الكابلات، عن طريق الأقمار الصناعية. أول حاجة الاتصال الهاتفي. يكون الاتصال بالإنترنت في هذا النوع باستخدام مودم وخط هاتفي. معنى كده إيه؟ إن أنا بتصل بالإنترنت عن طريق راوتر وتليفون أرضي. طيب في هذا النوع من الاتصال يكون معدل نقل البيانات منخفض، لأنه بيعتمد على سرعة المودم اللي عندي وعلى جودة الخط او الهاتف المحمول. الاتصال يكون عن طريق الحزم، الحزم متاحا دائما. الحزم اللي هي مقصود باللي هو مصادر خارجيه زي الفلاشه، زي ما انتم شايفين فلاشه خاصه بالانترنت. الاتصال باستخدام خط المشترك الرقمي غير التماثلي، راوتر بنفس الشكل ده اللي انتم شايفينه. الكابلات نفس القصه اللي هو برضه عن طريق الراوتر. اما عن طريق الهاتف المحمول، ان انا بقى اتصل بالواي فاي عن طريق التليفون او عن طريق البيانات الهاتف. الاتصال اللاسلكي اللي هو اللي احنا بنسميه الواي فاي، والاتصال عبر الاقمار الصناعيه الساتلايت. طيب عندي جزء مهم دلوقتي اسمه الشبكات. الشبكات ان انا بربط جهازين او اكتر مع بعضها البعض، من اسمها شبكات، يعني مكون من اكتر من جهازين، جهازين مع بعض بيكونوا شبكه، ثلاث اجهزه شبكه، اربع اجهزه شبكه، وهكذا. طيب زي مثلا انا بربط الجهاز اللي عندي او الكيسه مثلا او السيستم يونت او وحده النظام، بربطها مثلا بالطبعه، بربطها بوحدات الادخال والاخراج، فدي كده انا بعمل شبكه، شبكه ربط. طيب ايه انواع الشبكات؟ عندي الشبكه المحليه والمحليه اللاسلكيه والواسعه وشبكه الخادم. هنعرف كل واحدة فيهم. الشبكة المحلية من اسمها شبكة محلية، يعني بتكون في نطاق جغرافي محدد، اللي هي الخسارة بتاعتها Local Area Network اللي هي اسمها LAN. بتكون داخل مبنى، يعني مثلا أنا موجود في المبنى ده في الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع. فهو الشبكة المحلية الشبكة بتكون متوصلة في الأربع أدوار، او لو في مبنى جنبك بس قريب منك برضه نفس الشبكه متوصله فيه، فبتكون في نطاق جغرافي صغير. طيب اما المحليه اللاسلكيه نفس القصه بالظبط، في نطاق جغرافي صغير بس عن طريق الكابلات، عن طريق الكابلات او الوصلات. يعني مثلا دلوقتي احنا لو جينا قلنا في الشبكه المحليه، فهو بيتصل
بس عن طريق مثلا ان هو هياخد رقم الانترنت او رقم الواي فاي اللي عندك الباسورد، يا اما ياخد من بيانات الهاتف. اما هنا نفس القصه بس بيكون عن طريق الكابلات او وصلات، بعمل كابلات وصلات ما بين المبنى بالكامل او مباني متقاربه مع بعضها البعض، هي اسمها WLAN الوايرلس لوكال اريا نتورك. الشبكه بقى الواسعه اللي هي الوايد اريا نتورك اللي هي WAN، هي مجموعه شبكات متباعده جغرافيا مش متقاربه، متباعده عن بعضها البعض. يعني حد موجود في الامارات زي ما احنا بنعمل دلوقتي، انا موجود في مصر غير موجود في الامارات غير موجود في قطر غير موجود في الجزائر تونس ليبيا الكويت فلسطين وكل الدول كل القارات حوالين العالم، افريقيا اسيا اوروبا امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه استراليا، ودي كلها قارات حول العالم. فانا بعمل اتصال بالانترنت، يعني انا اللي موجود في مصر هنا بتواصل مع اللي موجود مثلا في الامارات، بتواصل مع الموجود في امريكا، بتواصل مع الموجود في المانيا، ففي تواصل متباعد. دي الشبكه الواسعه زي ما انتم شايفين كده. عندي الشبكه الرابعه اللي هي شبكه الخادم او السيرفر او الكلاينت. عندي كذا شبكه بس انا عندي حكم في جميع الاجهزه الموجوده عندي. الجهاز الرئيسي فيه الشبكه الاساسيه او موصل فيه الكابل بتاع الانترنت، وباقي الاجهزه الموجوده جنبه واخد من الجهاز الرئيسي ده الواي فاي، واخد فاي. يعني هي الكابل بيكون كابل واحد بس، ازاي اوصله في جميع الاجهزه؟ ما توصلش غير في الجهاز الرئيسي، وباخد من الجهاز الرئيسي حاجه اسمها واي فاي، باخد انترنت عن طريق اللي هو الوايرلس. طب ايه ميزه استخدام شبكه الخادم؟ ايه الميزه بتاعتها؟ ان هي بتقدم لي وظائف كتيره متعدده، ان هي بتقلل من التكلفه الاجماليه. يعني مثلا بدل ما اجيب راوتر لكل جهاز، انا هجيب راوتر واحد واشغل بيه الاجهزه كلها، ان انا اقدر من خلاله اربط انظمه التشغيل كلها مع بعضها البعض، ان انا من السهل ان انا اعمل نسخ احتياطي ما بين كل الاجهزه الموجوده عندي. يعتبر هي شبكه امنه، وجد بها وحده تحكم مركزيه، بس المشكله بيكون عمليه الصيانه صعب. يعني لو جهاز فيه انفصل او باظ بضطر لازم اعمل صيانه على جميع الاجهزه الموجوده عندي. جينا بصينا على سؤال زي دي، بيقول لك اي مما يلي يعد عباره صحيحه عن الشبكه العنكبوتيه العالميه. يعني ايه شبكه عنكبوتيه عالميه؟ اللي هي الانترنت. يعني انترنت هي مجموعة كبيرة من المستندات المخزنة على أجهزة حاسوب مختلفة متصلة مع بعضها البعض عن طريق الإنترنت. لو جينا بصينا على التعريفات التانية بيقول لي مجموعة محدودة من المستندات يمكن الوصول إليها من دون الاتصال بالإنترنت. هي شبكة من شبكات الإنترنت يمكن الاتصال بها مجانا؟ لا مش مجانا. هي شبكة من شبكات الحاسوب يمكن الوصول إليها عن طريق المستخدم المصرح لهم فقط؟ لا، كل الناس ممكن تدخل عليها. فهي مجموعة من المستندات بشاركها ما بين الأجهزة ببعضها البعض عن طريق الإنترنت. عندي حاجة زي كده. دلوقتي أنا عايز أدخل مثلا على موقع مايكروسوفت. أروح أكتب فوق مثلا مايكروسوفت.com. معناها انا عايز اروح على مايكروسوفت، عايز اروح على الصفحه الرئيسيه دي اللي هي اسمها مايكروسوفت. اسم النطاق اللي انا عايز اوصل له، ده اسم النطاق اللي انا عايز اروح له اهي مايكروسوفت. زي ما احنا اتكلمنا احنا هنشرح 365 مع بعضنا برضو اللي هو عن طريق الانترنت. مايكروسوفت اهو 365 المنزل والاعمال والمؤسسات للتعليم.
زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنختار انا عايزه مثلا للمؤسسات، اتصال بقسم المبيعات واطلاع على خطط الاسعار. ادي لو عايز اعمل تحديث تجربه، ادي البرامج اللي ممكن استكشاف جميع البرامج عندي، مثلا تيمز، الاوتلوك، الوورد، الاكسل، الباوربوينت، ويندوز 10. فانا اهو دي شركه مايكروسوفت، موقع الرسمي بتاع مايكروسوفت. نفس القصه هنا، بيقول لك اي جزء فيهم بيمثل اسم النطاق اللي هو ده، لان الحاجه اللي انا عايز اروح لها. طيب عندي في حاجه اسمها البودكاست، دي خدمه من خلالها بقدر انزل فيديو عن طريق الانترنت عشان اشغل بيه الوسائط المتعدده اللي عندي واجهزه الحواسيب الشخصيه. طيب لو جينا بصينا على جوجل، بلاقي في اول الموقع خالص في حاجه اسمها ال HTTP، وفي حاجه اسمها ال HTTPS. يعني ال HTTP ده معناه ان الموقع مش متامن كفايه، اما ال HTTP لو حطيت لها S اللي هي Security معناها الامان، يبقى الموقع اللي هي اي من الخيارات التاليه تشير لان الموقع امن اللي هي ال HTTPS. بقول لك اي مما يلي يقوم بتقديم الضمان اللازم للتاكد من سلامه البيانات اثناء نقلها، اللي هي الشهاده الرقميه. طيب ايه اللي يثبت ان انا اخذت قرص الاي سي دي ال؟ ايه اللي يثبت ان انا اخذت دبلومه مدتها مثلا سنه مع باشمهندس محمد رمضان او مع باشمهندس احمد حسام او مع بيم اريبيا او مع ماك؟ ايه اللي يثبت الكلام ده؟ ايه اللي يثبت؟ او مع فوناتكس؟ اللي يثبت يبقى في شهاده، الشهاده دي مختومه بختم بيم اريبيا، ماك، فوناتكس، مثلا نقابه المهندسين، مثلا باشمهندس محمد، مش عارف مين. فده اثبات ان انا اخدت الحاجه دي. دي حاجه بتدل ان انا اخدت 1 2 3، ده بقى مجرد اثبات. فهي اسمها ايه؟ شهاده، شهاده رقميه. طيب عمليه بحول فيها البيانات باستخدام طريقه خوارزميه، هي خوارزميه دي طريقه رياضيه علشان امنع اللي عايز يوصل غير مصرح بها، لمنع محاولات الوصول غير المصرح بها، اللي عايز يعمل تهكير للجهاز، اللي عايز يعمل تشفير للجهاز. اسم العمليه هي اسمها تهكير. اسم العمليه اسمها التشفير. طيب مديلك اختيارات، بيقول لي اي مما يلي يقوم بحمايه شبكه الحاسوب من عمليات الاختراق، بيحمي لي الجهاز بتاعي او الشبكه نفسها بتاعت الانترنت من عمليات الاختراق عن طريق ان هو بيعمل لي فحص لاي كلمه مرور بدخلها في الشبكه، وان هو بيمنع لي او منح صلاحيات الدخول وفقا لمجموعه من الضوابط اسمها جدار الحمايه. جدار الحمايه. حاضر، اقول لك الفرق بين التشفير والترميز، بس فكرني. طيب رقم 8 بيقول لي اي مما يلي يعد من المخاطر المتعلقه بممارسه الانشطة على الانترنت. الانترنت ليه خدمات كتيرة وفي كذا نشاط بعمله عن طريق الانترنت. طب بيقول لي هي حاجة انا ممكن امارسها عن طريق الانترنت، بس الحاجة دي يعتبر من المخاطر وممكن تسبب لي ضرر. تفتكروا ايه من الاختيارات دي؟ ان انا افقد جزء من مساحة التخزين، يعني قرص الصلب 500 جيجا انا فقدت جزء مثلا 200 جيجا، دي مخاطر متعلقة بممارسة الانترنت، دي مالها ومال الانترنت. ان انا البطاريه نفسها بدل ما كانت 90% تبقى 80 70 60، طب دي مالها بالانترنت؟ ان انا احدث برامج مكافحه الفيروسات بانتظام، دي يعتبر حاجه من المخاطر ولا لا؟ ولا حاجه من الايجابيات؟ لا، حاجه من الايجابيات. طيب اما ان انا اكشف عن المعلومات الشخصيه بتاعتي، اللي هو بلاقي مثلا على صفحة الفيس كل واحد منزل كل حاجة بتحصل في حياته اليومية، فكده أنا كشفت عن حياتي الشخصية، فده يعتبر من المخاطر اللي هي ممكن تسببها لي الإنترنت. طيب جينا اتكلمنا، في حد سألني سؤال، إيه الفرق ما بين الترميز وما بين التشفير؟ طيب التشفير إن أنا بعمل
حماية أو إن أنا بعمل كلمة مرور لحاجة معينة أيا كانت الحاجة دي، بشفرها لأن محدش يقدر يدخلها غيري. زي مثلا اللي هي قنوات البي إن سبورت، بقول لك ليه بقول مشفرة؟ معناها إن ما ينفعش أدخل عليها بدون اشتراك، والاشتراك بدفع له فلوس. طيب الترميز، الترميز معناها إن أنا بقلل مساحة التخزين. إزاي بقلل مساحة التخزين؟ ان انا مثلا حاجة معينة عندي مساحتها حوالي 10 جيجا، يعني حاجة زي كده مثلا، عشان اقلل المساحة بتاعتها فبضغطها، بضغطها في ملف مثلا ضغط ملف كتاب زي دي. فبدل ما كانت مثلا لو جينا هنا بصينا على ده مساحته 2 جيجا و72، لو جيت عملت له الار اي ار اللي هو امتداد برامج المضغوطة، ضغطت عليه فهو شغال بيعمل لي المجلد ده بالكامل، بيعمله لي في ضغط، هو قاعد يكمل لحد ما يوصل للمية في المية، فهيقلل لي المساحة بتاعته بدل ما كانت 2 و72 مثلا تبقى 1 جيجا، فكده قلل لي المساحة بتاعته. فكده أنا ممكن بكل سهولة أستخدمها، يعني مثلا ما بدل ما 100 كانوا بياخدوا الملف الاصلي اللي هو 2 جيجا، بيبقوا حوالي 200 او 300 بياخدوا اللي هو مساحته اقل اللي هو 1 جيجا، وبعد كده بياخدوه عندهم على الجهاز وكده بيعملوا الفك، بيعملوا الفك. ممكن تكون المساحه اللي عندهم على الجهاز مش مكفيه، لكن لو جيت قللت الحجم بتاعه فهلاقي المساحه عند معظم او اغلب الناس كفت. فده فرق مبسط ما بين التشفير والترميز. بقول لك أي من الخيارات التالية تصف آلية عمل برامج الرقابة الأسرية. عشان نعمل رقابة أسرية بعمل إيه؟ لازم أتأكد إن الأطفال بيستخدموا جهاز الحاسوب في أوقات أنا بحددها ليهم، مش طول اليوم، مش طول 24 ساعة زي ما بيحصل في زماننا هذا. طيب إيه هو تعريف البريد الإلكتروني؟ يعني تعريف البريد الإلكتروني ده وسيلة بوزع بيها البيانات أو برسل بيها البيانات بشكل أسرع لكذا شخص في نفس الوقت، لكذا شخص في نفس الوقت. ممكن اعمل ايميل او ممكن ملف عايز ابعته عن طريق البريد الالكتروني فببعته لكذا واحد في نفس الوقت. ده اللي هو تعريف البريد الالكتروني. ده من الهوم دوسر، دي اسمها الموقع اللي انا عايز ادخل له، اسمه ايه؟ هوم دوسر ده اسم المجال او اسم النطاق. طيب بيقول لك اي مما يلي هو وسيله تسمح لمستخدمي الهواتف المتحركه بارسال واستقبال رسائل، اللي هي خدمة الرسائل النصية القصيرة اللي هو الرسائل الموجودة في التليفونات. الرسائل بتتبعت لنا مثلا من شخص، بتتبعت من شركة، ممكن أنا أرسل رسائل، ممكن أرسل رسائل اسمها رسائل نصية قصيرة. طيب عندي مجتمعات افتراضية كذا مثال. ايه معنى مجتمع افتراضي؟ يعني مجموعة من الناس موجودين مثلا عاملين جروب او مجموعة مع بعض اللي كلهم بيعملوا نفس الحاجة. يعني لعبة ببجي ده يعتبر جزء من المجتمعات الافتراضية، كذا حد من حوالين العالم بس كلهم بيلعبوا في نفس اللعبة وكلهم في نفس المحادثة وكلهم في نفس المستوى وبيلعبوا مع بعض. الدردشة لو عملت جروب مجموعة، الجروب اللي احنا عاملينه مثلا بتاع الدبلومة، نفس القصة ان انا بعمل دردشة. طيب ساحات النقاش الالكترونية اللي هي الزوم، احنا بنعمل نقاش، انا بشرح واللي عنده سؤال بيساله وهكذا. التواصل الاجتماعي ده يعتبر من المجتمعات الافتراضيه زي الواتساب زي الماسنجر وغيره. طب انديه رياضيه مدرسيه، الانديه الرياضيه المدرسيه ما بتكونش عن طريق الانترنت. لو قال لي مثال على المجتمعات الافتراضيه وسكت يبقى الانديه الرياضيه مثال عليهم، لكن هو قال لك على الانترنت. ازاي اكون مجموعه على الانترنت؟ ايه الحاجه اللي ممكن اكون بيها مجموعه عن طريق الانترنت؟ غرف الدردشه، ساحات النقاش الالكترونيه، مواقع التواصل الاجتماعي. طيب يقول لي اي مما لي لا يعد سببا وجيها لاخذ الحيطه والحذر عند التعامل مع رسائل البريد الالكتروني. لما اي رسائل بريد الكتروني تتبعت ليا بس من جهات اتصال غير معروفه، يعني مثلا انا اتبعت لي بريد الكتروني جهه الاتصال اتبعتت منها البريد الالكتروني انا مش مسجلها عندي وما اعرفهاش، بيقول لك يمكن ان تتسبب هذه الرسائل في اصابه جهاز الحاسوب بالفيروس. ده سبب
اللي هو ممكن يسببه لي رسائل البريد الإلكتروني من جهات اتصال غير معروفة. ممكن برضو يكون محتوي على رابط احتيالي اللي هو هاكر، يمكن بسببها تحدث لي خسائر مالية. بس هو قال لك أي مما يلي لا يعد سببا، كلهم دول أسباب ما عدا الثاني اللي هو يمكن أن تتسبب هذه الرسائل في فقدان مساحة التخزين المتوفرة على جهاز الحاسوب. يعني أول ما يتبعت لي بريد إلكتروني هتسبب لي إن هو إن أنا أفقد مساحة تخزين موجودة على الجهاز؟ لا، البريد الإلكتروني أو الإيميل اللي بيتبعت ما بياخدش مساحة من الجهاز. يقول لك عملية غير قانونية بتتم عن طريق الإنترنت عشان ياخد المعلومات السرية بتاعتك، زي اسم المستخدم، كلمة المرور، إنه يعرف تفاصيل الكريدت كارد بتاعتك. دي اسمها حاجة اسمها التصيد الاحتيالي. التصيد الاحتيالي. طيب مديني حاجات، بيقول لي اي من الحاجات دي اللي هي ممكن ان تتسبب في اصابه جهاز الحاسوب بفيروس. ان انا لو فتحت ملفات او مرفقات رسائل البريد الالكتروني من مصادر غير معروفه ممكن ان هي تسبب لي اصابه في جهاز الحاسوب بفيروس. ان انا احمل ملف تنفيذ مرفق في رسالة بريد إلكتروني، إن أنا أعطل برامج مكافحة الفيروسات، دي كلها ممكن تخلي الجهاز بتاعي يتصاب بفيروس حسود. طب لو أنا فعلت برامج المكافحة كده، أنا كده هو مش هتسبب في إصابة جهاز الحاسوب بفيروس حسود. طيب بريد إلكتروني ليه خدمات، ليه ميزات. إيه ميزته؟ إن هو يعتبر وسيلة سريعة إن أنا أرسل بيها الرسائل. عندي مصطلح اسمه الفولوب او الفويس اوفر، الفويس اوفر اي بي او ال بي، دي من خلاله بعرف او بقدر استخدم تقنيه الاتصال الصوتي عن طريق النت، بقدر استخدم في صوتي. يقول لك مثلا الشخص دي فويس اوفر، يعني بيستخدم صوته في كل حاجه، في اعلان، في شرح حاجه معينه، في مثلا محاضره، سواء كانت اونلاين او اوفلاين. فبويس اوفر من اسمها بويس اوفر، اتصال صوتي، ان انا بقدر اوصل صوتي للمستمعين او المشاهدين. ليه؟ بيقول لي اي مما يلي لا يعد من اداب واخلاقيات التعامل مع شبكات الانترنت. اي حاجه ليها اداب واخلاقيات، ان انا ارسل اشعارات خاصه بتحديث البرامج، ان يعني حدث لي البرنامج، فده يعتبر من اداب واخلاقيات التعامل اللي بيبعتها مين؟ الشركه الاساسيه. ان انا احمل صورتي الشخصيه على جهازي، لمين؟ من اداب اخلاقيات التعامل. ان انا انشر روابط التي ترتبط بالمناسبات والاحداث المهمه، دي يعتبر من اداب اخلاقيات التعامل. لكن ان انا ارسل بريد الكتروني غير مرغوب به الى جهات اتصال مسجله في قوائم بريديه عامه، يعني مثلا بنلاحظ ان اغلب الشركات اللي هي اتصالات وفودافون ووي وبنيل بيعملوا ايه؟ بيبعتوا رسائل على الفاضي والمليان، فدي يعتبر رسائل مزعجه، فدي مش من اداب واخلاقيات ان انت تتعامل مع جهاز الحاسوب او مع وسيله الاتصال. بيقول لي اختر مما يلي العباره المناسبه التي توضح الفرق ما بين السي سي والبي سي سي. لما اجي ابعت بريد الكتروني بلاقي في حاجه اسمها السي سي والبي سي سي. السي سي دي نسخه كربونيه بتكون معروضه، السي سي دي بتكون ظاهره للكل، ليه؟ الكل ممكن يشوفها. اما البي سي سي بتكون مخفيه، يعني محدش يقدر يشوفها غير الشخص اللي انا احدده بس. تمام. يعني دلوقتي مثلا انا هبعت الايميل ديه، هبعته مثلا للمدير، هبعته للمستشارين وكذا. نكمل المحاضره بتاعتنا. فانا ببعت السي سي بتكون نسخه معروضه، المعروضه دي معناها ان انا لو بعت الايميل ده لكذا واحد في نفس اللحظه، ففي السي سي بتكون ظهراري اللي هو
انا بعت مثلا لفلان وفلان وفلان وفلان، فكل واحد هبعت له الايميل او البريد الالكتروني، كل واحد هبعت له هيكون عارف انا بعت لمين وبعت لمين وبعت لمين، لا هيكون عارف ان انا مين الاشخاص اللي انا بعت لهم. اما لو جيت حددت الاشخاص اللي انا عايز ابعت لهم في البي سي سي، محدش يقدر يشوفها خالص غير الشخص اللي انا هبعت له الحاجه. ده بالنسبة لأساسيات الكمبيوتر وأساسيات الإنترنت. في جزء تبع الجزء العملي إحنا ما شرحناهوش، هنعيد عليه تاني دلوقتي تمام، عشان يبقى فاضل لنا أساسيات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني إن شاء الله في المحاضرة القادمة. من بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله هيبقى في إمكانية كل واحد فيكم إن هو يدخل الامتحان الدولي بدون ما يعمل اي مراجعه على اي حاجه اللي احنا خدناه لحد اللي هناخده لحد المحاضره، هيكون كافي ان هو يدخلك الامتحان الدولي بتاع الاي سي دي ال او الاي سي 3 وانت مطمن. طيب ازاي ادخل الامتحان الدولي؟ اولا في المراكز اللي هي خاصه بالكورسات اللي بتقدم لي كورسات. قبل ما اروح للمراكز دي الاول لازم ابحث عن في الانترنت عن المراكز المعتمده اي سي دي ال، لان مش كل المراكز معتمده في الامتحانات الدوليه، مراكز معتمده ومراكز لا. بدخل على الشركه الرسميه بتاعه اللي هي اسمها اريبيا، او اقول مثلا موقع اريبيا، في كتير بنفس الاسم ده، فبعمل ايه؟ موقع اي سي دي ال. اول ما اكتب كلمه موقع اي سي دي ال فهيجيب لي حاجه اسمها الاي سي دي ال اريبيا. هدي اللي هو الموقع الرسمي بتاع شركة اي سي دي ال. طيب هنا بيقول لي الشهادات، شهادة الاي سي دي ال عبر الانترنت او من اقرب مركز معتمد. لو ضغطت عليها فبيقول لي شهادة عندك الشهادة بتاعت المقررات الاساسية من الاي سي دي ال اللي هي بدرس فيها اساسيات الكمبيوتر، الانترنت، معالجة النصوص، جداول البيانات، اساسيات الكمبيوتر، شهادة المهارات الإنتاجية من الاي سي دي ال للمقررات بتاعتها، شهادة المهارات التطبيقية من الاي سي دي ال. وللعلم اللي عايز برضو ياخد الاي سي دي ال تيتشر ان شاء الله بإذن الله، هي الاي سي دي ال العادية والاي سي دي ال تيتشر الفرق ما بينهم بسيط، نفس المنهج ونفس كل حاجة، بس في الاي سي دي ال تيتشر بيكون 9 مستويات مش 3، 9 مستويات. احنا لحد المحاضرة الجاية ان شاء الله هنكون شرحنا من يوم 7 أو 6، هيكون فضل لنا 3 مستويات برضه هشرحه لكم ان شاء الله، علشان اللي عايز يدخل الامتحان الدولي للاي سي دي ال والاي سي 3 والاي سي دي ال تيتشر ممكن يدخلوا عادي مفيش اي مشكلة. لو دوست على حاجة اسمها التعلم الالكتروني، اكتب انا اسم المستخدم، اكتب كلمه مرور عشان ادخل. لو عايز اتعلم عن طريق الانترنت ادي اساسيات الكمبيوتر العربي وهنا بالانجليزي، ودست على كل المقررات الدراسيه اهي، لو هدرسه بالعربي هدرس معالجه النصوص اللي هو الوورد بالعربي او بالانجليزي، عايز ادرس اساسيات الانترنت عربي او انجليزي، عايز ادرس اللي هو البرزنتيشن او العروض التقديمي عربي او انجليزي، اهو ده عربي وده الانجليزي، جداول البيانات اللي هو الاكسل عربي او انجليزي، ونفس القصه في الباقي عربي او انجليزي. طب لو جيت مثلا بص على حاجه اسمها مرشح، البحث عن مركز اختبار،
بيقول لي الدولة، عشان أبحث عن مركز اختيار هختار أول حاجة الدولة، اخترت مثلا مصر، فيقول لي هنا تحت تحتيها المدينة، لو اخترت مثلا مدينة كمثال مدينة قنا. مراكز ICDL المعتمدة في قنا، فهو بيعمل لي بحث اهو عنها، بيبحث عن المراكز المعتمدة في قنا عن طريق مرشح. بعد كده بختار البحث عن مركز اختبار، بختار الدولة، وبعد كده بختار المدينة اللي أنا فيها. هو حاليا بيعمل لي بحث عن مراكز ICDL المعتمدة في قنا، أهو بيقول لي إيه؟ بيقول لي مركز جامعة جنوب الوادي قنا، مركز تدريب علوم الحاسب، مركز الأفضل للتدريب والتكنولوجيا، مركز النجاح، أكاديمية العلوم للتدريب بقنا. دي المراكز المعتمدة بقنا. لو جيت مثلا اخترت دورت على مثلا أسوان، أهي أسوان، فيبحث لي عن المراكز المعتمدة ICDL في أسوان. عندنا مؤسسة أم حبيبة معتمدة، عندي مركز أسوان للتدريب على تكنولوجيا المعلومات ده معتمد، عندي مركز العرب، عندي أفنان للتدريب وتقنية المعلومات دي المعتمد في أسوان، وهكذا لو عايز أبحث عن مركز اختبار. طيب علشان أتحقق من الشهادة بتاعتي، أشوف إن الشهادة بتاعتي أصلية ولا مزورة، بكتب هنا رقم البطاقة، بكتب هنا التاريخ اللي طلع فيه الشهادة، وألاقي من في شهادة ICDL في رقم اي دي من تحت، بكتب رقم الاي دي، بعد كده بدوس على تحقق. انا واخد الشهاده الدوليه بتاعت ICDL، لحظه كده خليكم معايا. تاريخ مثلا لو قلنا تاريخ اصدار الشهادة، كتبت التاريخ كان في شهر 9، اولا 2019 سبتمبر اللي هو 9، و 21. انا كتبت التاريخ اهو. رقم تعريف ICDL، هنلاقي في حاجه اسمها ICDL اي دي. طب رقم بطاقه المهارات، هلاقيها مكتوبه سكيلز كارد نمبر. انا بكتب مثلا اللي هو رقم بطاقة المهارات اللي عندي، هو الرقم الموجود عندي واحد. وفي حاجة اسمها الـ ICDL ID number، هكتبه برضو.
لما جيت اتحققت على البيانات بتاعتي فظهر لي الحاجات دي كلها، معنى ان هي ظهرت معناها ان هي معتمدة من فين؟ معتمدة من الشركة الدولية بتاعت الاي سي دي ال. بقول لي مثلا انا امتحنت الامتحان امتى؟ تاريخ واصدار المنهج نفسه كان 2000 وكام؟ امتحنت 7 مقررات زي ما انتم شايفين كده. اول عشان اتحقق من الشهاده بتاعتي زي ما قلنا هنلاقي في حاجه في الشهاده الدوليه اسمها السكيلز كارد نمبر، رقم كارت بتاع المهارات، وفي حاجه اسمها الاي سي دي ال اي دي نمبر اللي هو رقم الاي سي دي ال او الاي دي بتاع الاي سي دي ال اللي هي مكتوبه في الشهاده الدوليه من تحت. اول ما اتحقق منه تظهر معايا الصوره بتاعت الشخصيه وجنبها اللي هو الاي دي بتاع الاي سي دي ال اللي انا امتحنت بيه. طيب. حلو ده عشان اتحقق من الشهاده بتاعتي. لو دوست على اختبر مهاراتك، شهاده مثلا المهارات، انا عايز شهاده المهارات الاساسيه، لو دوست على ابدا بيقول لي اي مما يلي، يعني اسال اختبر نفسي، اي اختبار اي اختيار مما يلي تعد جداول البيانات، مثال عنه جداول البيانات، او دوست مثلا التطبيقات الانتاجيه المكتبيه اللي هي فيها الاكسل، دوست التالي اي مما يلي قد يسمح بدخول البرامج الضاره، البحث عن الملفات على قرص الصلب، تحميل برامج من الانترنت، جدولة النسخة الاحتياطية، استخدام برنامج فحص الفيروسات. ان انا احمل برامج من الانترنت، ادوس التالي. اي من الاحتياطات التالية يجب مراعاتها عند التعامل مع اجهزة الكمبيوتر لتجنب حدوث اي مشاكل صحية. ان انا اخد فترات راحة منتظمة. انا بحل اسئلة اهو عشان في الاخر نشوف الدرجة بتاعتنا. اي من الايقونات التالية يمثل محرك اقراص الشبكه، محرك الاقراص اللي هو الشكل ده، دوس التالي. اي من الازرار التاليه يمكن استخدامه لاستعاده حجم اقل النافذه، زي ما انتم شايفين فوق اهو، فانا هختار اللي هو الشكل ده. احنا بنختار ما نعرفش الصح من الغلط عشان نشوف درجتنا في الاخر. بيقول لك اي من التعريفات التاليه عد افضل وصف لمصطلح شبكه النت العالميه، شبكة مصطنعة للوقاية من هجمات، شبكة عالمية لشبكات الكمبيوتر، شبكة داخلية تستخدم لربط مجموعة معينة من المستخدمين والمجموعة من المستندات المترابطة مخزنة على شبكة الإنترنت. هختار مثلا اختيار، ولو كان مثلا اختار غلط أو اختار صح، نشوف برضه هل هو فعلا. بيقول لي أي من الاختيارات التالية يصف التصيد الاحتيالي، فاختار برضه التصيد الاحتيالي ايا كان التصدر الاحتيالي ودوس التالي وهكذا لحد ما اوصل للاخر. بيقول لي انت مجاوب على 8 اسئله من 20، لسه كمل بعد كده، ادي في اسئله ثانيه وهكذا. دي لو عايز اختبر المهارات الاساسيه بتاعتي. طيب افضل شهاده ليه، هل انت فرد ولا جهه توظيف حكوميه ولا جهه توظيف قطاع خاص ولا جهه توظيف شبه حكوميه؟ لو قلت فرد، هل انت رب منزل، كبير العمر، معلم، تعمل في الصحه، طالب، موظف؟ لو اخترت كمثال مثلا باحث عن عمل، كبير العمر مثلا، معلم، بيقول لي مستواك في الحاسوب لا شيء ولا اساسي ولا جيد ولا حاصل شهاده اي سي دي ال، حاصل شهاده اي سي دي ال. لتحديث مهاراتك لسوق العمل يجب ان تضيف هذه المقررات من الاي سي دي ال للسجل الخاص بك. امن تكنولوجيا المعلومات والتعاون عبر الانترنت. فبيقول لك ايه الشهاده اللي انت المفروض تاخدها او ايه افضل حاجه ليك. جهات التوظيف شهادات الاي سي دي ال. افضل شهاده لموظفي شركتي اختبار المهارات. لو عايز ابحث عن مركز اختبار قلنا كنا بنبحث عنها برضه عن طريق مرشح وهكذا. التعليم ليه؟ التعليم المستمر او طلبه المدارس او طلبه التعليم العالي. مراكز التدريب ازاي اصبح مركز معتمد؟ فبيقول لك الشروط اللي انت تخليك مركز معتمد اي سي دي ال.
ان انا اقدم طلب رسمي، مرحله تقديم الطلب والتقييم وزياده الاعتماد. في شرح لكل ده. مزودو المناهج التعليميه، الكتاب الالكتروني بتاع الاي سي دي ال ازاي اجيبه، ازاي اصبع عضو في الاي سي دي ال، ورش العمل، بوابه موارد الاي سي دي ال. ازاي اصبع عضو في الاي سي دي ال؟ بيقول له يعترف برنامج أكاديمية الـ ICDL بالمؤسسات التدريبية والأكاديمية ومراكز الـ ICDL الإدارية المعتمدة، فيهم تقوم بتلبية متطلبات محددة تتعلق بالقدرة وقابلية استيعاب إعداد الجماهير. أعضاء المؤسسات المنضمين للبرنامج يصبحون مؤهلين لتقديم التدريب والاختبار. لازم حد يكون مؤهل إن هو يقدم تدريب واختبار. مثلا نظرا لقدرتهم الفائقة وخبرتهم في إدارة المشاريع لأعضاء الأكاديمية أيضا الأولية في الحصول على المبادرات التي وضعتها الـ ICDL بالتعاون مع الإدارات الحكومية. طيب. كتاب إلكتروني من الـ ICDL أهو، عايز أحمل الكتاب الإلكتروني بتاعه. ده بالنسبة للـ ICDL. طب لو دوست مثلا IC3، IC3 Overview، ده الموقع الرسمي بتاع شركة الـ IC3، شركة سيرتبورد. بيقول له ليرن البراكتس ممارسة لو السيرتيفيكيت الشهادة. لو عايز احول موقع للعربي احوله عادي بالعربي، وهكذا بتاعة الاي سي 3. لو جيت مثلا موقع اس 3 مثلا، لو دوست بالعربي اهو، ازاي احصل على الشهادة، المهارات الطلبة الشهادة، ايه مميزات الشهادة، مبادئ الحاسب. هنا بيشرح لي الشهادة بالتفصيل، بيقول لي استخدام الشهادة، تم اعتماد شهادة الـ ICDL في عمان، تم اعتماد شهادة التدريب. لو جينا مصر، اعتماد المجلس الاعلى للجامعات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما اعتمدت منظمة ارادو لجامعة الدول العربية برنامج الـ IC3 للتدريب على تكنولوجيا المعلومات في العديد من الدول العربية. ده هنا الموقع الرسمي بتاع الـ IC3 زي ما انتم شايفين. لو عايز اتعلم، لو عايز اعمل ممارسة بالنسبة للشهادة، تمام اهو، ليرن اللي هو تعلم، مثلا براكتس لو عايز اعمل ممارسة، مثلا زي ما قلنا هنا الريسورسز المصادر جات، او زي هنا خدمات الكونتاكت سيلز اتصال. لو جيت مثلا ده صح اسمها السيرتيفاي، عندي الاي سي 3 اهو، فاست تراك، تراك بيكون سريع، داونلود هنزل مصدر ابتدي اذاكر منه، وهكذا. الشركة نفسها احنا زي ما قلنا اسمها سيرتبورد. مصادر التعلم، الاكزام، التفاصيل بتاعة الاكزام، الامتحان اهو. طيب، فالاول لازم ادور على المراكز المعتمدة في الاي سي دي ال او الاي سي 3 على المواقع اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، وبعد كده بروح المركز ده بقدم، اقول له ان انا عايز اقدم في الامتحان الدولي بتاع الاي سي دي ال او الاي سي 3. تدخل تمتحن الامتحان الدولي سواء كان الاي سي دي ال او الاي سي 3، هي دي كل المتطلبات. بس مثلا بيطلب منك اللي هو صوره البطاقه بتاعتك، وانت وداخل بتمتحن لازم تكون معاك البطاقه الاصليه بتاعتك. ده بس كل المتطلبات. كل الفكره انت هتدور على مركز معتمد، وبعد كده بتروح تقدم فيه ان انت عايز تمتحن الامتحان الدولي الخاص بيك.
لحد الآن زي ما قلنا قبل ما أكمل، إحنا كملنا الأس دي ال وأس 3 في جزء بسيط في أساسيات الكمبيوتر. الجزء العملي إحنا كنا نسيناه اللي هو إيه؟ لو جيت دخلت مثلا على قائمة كنترول بانل ودخلت على حاجة اسمها نتورك عند إنترنت، في حاجة اسمها الإنترنت أوبشن، إعدادات الإنترنت. هتظهر معايا قائمة بالشكل ده. عندي مربع هنا صغير بيقول لي use current, use default, use new tab. ايه الفرق بين التلاتة؟ current يعني لو انا مثلا فاتح جوجل، فتحها كمثال على موقع الاس 3، انا واقف هنا في الحتة دي، انا عايز اخلي الصفحة دي الصفحة الرئيسية بتاعت اللي هو الانترنت. يعني بمجرد ما هدخل على الانترنت تظهر معايا الصفحة دي الاساسية، هروح اختار مثلا use current، حط الرابط هنا بتاعها وبعد كده ادوس يوز كرنت، حط الرابط بتاعها هنا وادوس على يوز كرنت. طيب لو عايز استعمل الصفحه الرئيسيه جوجل نفسها، لما اجي ادخل على جوجل تظهر معايا الصفحه دي الاساسيه بتاعت مربع البحث، استخدم حاجه اسمها يوز ديفولت الاساسيه. طب لو عايز استخدم تابه جديده ادوس يوز نيو تاب واحط الرابط بتاعها هنا. طيب تحت لو جيت دوست مثلا على كلمة ديليت، ظهر معايا اللي هي الهيستوري اللي هو الحاجات اللي انا بحثت عنها او الحاجات اللي انا دخلت فيها خلال الفترة اللي فاتت. انا عايزه مثلا الباسورد، كلمات المرور، يعني لما اجي ادخل كلمة مرور للفيس، لما اجي ادخل تاني على الفيس يطلب مني ان انا ادخلها، ما يدخليش على طول على الفيس لان هو كده بيحفظ لي كلمات المرور، فانا مش عايزه يحفظ لي، اروح اعلم علامه صح على الباسورد وادوس ديليت. الهيستوري او التاريخ او الحاجات اللي انا ببحث عليها مش عايزه يحفظها لي، اعلم عليها علامه صح وادوس على الديليت. الحاجات اللي انا بنزلها برضو نفس القصه، مش عايزه يظهرها لي، اعلم عليها علامه صح وادوس على ديليت. قرر اللي هو اللون بتاع الصفحة نفسها، language اللي هي اللغة، الفونت اللي هو الخط، وأخيرا اللي هي تحسين الوصول. ده نوع الخط أنا بكتب بيه عن طريق الإنترنت، ده نوع الخط. security اللي هو هنا الأمان، والإنترنت local إنترنت اللي هي شبكة محلية، إنترنت المحلي، وهكذا. privacy اللي هي الخصوصية، الكونتنت المحتوى، الكونكشن اتصال، بروجرام اللي هي البرامج، make internet explorer is the default browser، عايز اخلي internet explorer هو المتصفح الاساسي، دوس عليه هنا وهكذا. advanced اللي هو دي اوامر متقدمة. هنا لو عايز اخلي الصفحة اللي عندي اللي هي في المفضلة، هنا الريدنج ليست اللي هي قائمة القراءة، الحاجات الأساسية اللي أنا حاططها في القائمة بحيث لما أدخل عليها على طول حاطط حاجات أساسية أهي، حاجات ثابتة، بدل ما أروح أكتب تاني وأدخل لها لا أحطها في قائمة القراءة. بس هنا اللي بكتب فيه اسم الموقع، هنا الحاجات اللي أنا حافظها، المواقع اللي أنا حافظها عندي. طيب تمام، ودي هنا فوق اللي هي العناوين او الصفحات اللي انا فاتحها بتاعتي، هنا الايميل اللي انا داخل بيه، هنا اللي هو التنزيل الداونلود تحميل الحاجات اللي انا بنزلها، تمام وهكذا. لو ضغطت على التلات اسهم دي ودوست على حاجه اسمها عند الهيستوري اللي هو الحاجات اللي انا ببحث عنها، الحاجات المؤخره انا بحثت عنها عايز اشيلها، زي ما قلنا بحذفها ازاي عن طريق اللي هي انترنت اوبشن، اعدادات الانترنت. سيتنج اللي هي برده هنا في اعدادات تانية خاصة بالجوجل، سيفتي شيك دي كلها ممكن العب فيها، اون ستارت نفس اللي احنا قلناها في الانترنت اوبشن، عايز اخليه يبدا لي بصفحة انا احددها ولا الصفحة الاوبن انيو تاب يفتح لي تابة جديدة ولا بالظبط.
علامة البلس دي بمجرد ما هدوس عليها هتفتح لي تابة جديدة، نيو تاب، علامة البلس. هنا شايفين علامة البحث السيرش، الحاجة اللي أنا عايز أبحث عنها هنا في مربع البحث. انا لو ما لقيتش ال HTTP او ال HTTPS هلاقي فيه علامة القفل زي ما انتم شايفينها، معنى كده ان الموقع ده امن اهو، في علامة القفل وهكذا. انا هكتفي بكده النهارده، الجزء كان كبير على الناس، فعشان اللي حابب يدخل الامتحان الدولي يبتدي يراجع المحاضره. ان شاء الله باذن الله المحاضره القادمه باذن الله هنشرح مع بعض. هنشرح مع بعض اساسيات تكنولوجيا المعلومات. وهنحل الأسئلة بتاعت الامتحانات الدولية بتاعت تكنولوجيا المعلومات، وهنشرح مع بعض اللي هي المادة الجديدة اللي تم إضافتها اللي هي اسمها الأمن السيبراني. مادة الأمن السيبراني برضو هنشرحها بالتفصيل معانا إن شاء الله بإذن الله المحاضرة القادمة، ونعرف يعني إيه أمن، وهي أهمية الأمن السيبراني وفوائد الأمن السيبراني والبرامج الخبيثة وأنواع البرمجيات الخبيثة، وإزاي أحمي الجهاز من البرمجيات، وإزاي أعرف إن الجهاز بتاعي مصاب بالفيروس، إزاي أشيل البرامج الخبيثة، إزاي الفيروسات بتنتقل من جهاز للتاني، يعني هوية أو مصادفة، وسياسات كلمات المرور، وإزاي أعمل نسخ احتياطي للملفات، يعني جدار ناري، وإزاي أمنع سرقة البيانات الموجودة عندي. ان شاء الله باذن الله هي اضافه لاسئله الامتحانات الدوليه هنحلها كلها مع بعض ان شاء الله، دي كلها اسئله هنحلها مع بعض ان شاء الله المحاضره القادمه. عشان يبقى كده خلصنا الجزء الخاص بالاي سي دي ال والاي سي 3 بالكامل. الجزء المتبقي خاص بمنهج الام او اس. الام او اس بإذن الله بعد المحاضرة القادمة، المحاضرة القادمة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة، المحاضرة القادمة في نفس المواعيد دي. بعد المحاضرة القادمة، المحاضرة القادمة إن شاء الله هنشرح اللي هو الجزء المتبقي من الجزء النظري، وبعد كده هنحاول على قد ما نقدر الأوامر الجديدة اللي في ويندوز 11 لو في وقت معانا نشرحها، ثم بعد كده هنبتدي نرجع تاني للباوربوينت، بس مش اللي هو الشرح الأساسي بتاعه، لا هنشرح اللي هو التطبيقات اللي عليه اللي احنا قلناها، الحاجات اللي هنعملها، ازاي اعمل مشهد تحريكي، ازاي اعمل اللي هو ساعة ايقاف، ازاي اعمل آلة حاسبة، ازاي اعمل عد تنازلي، ازاي اعمل شخصيات كرتونية، ازاي اعمل شكل انفوجرافيك، ده كله ان شاء الله هناخده. ثم بعد كده هندخل على برنامج الاكسس، هياخد مننا وقت برضو. بعد كده البرامج المتبقية هتلاقي اغلب البرامج كلها بتاخد معاك من محاضرة لمحاضرتين بالكتير. هنحاول ان شاء الله باذن الله بدايه من شهر 8 هنزود عدد المحاضرات، هنزود عدد المحاضرات بدايه من شهر 8. تمام، انا هكتفي بكده هندسه النهارده، وان شاء الله اللي عنده سؤال باشمهندسين اتفضل، سواء كان يبعتها على الجروب، وانا ان شاء الله باذن الله النهارده بالكتير او بكره هعرف اتواصل معاكم عن طريق الواتساب. اشكركم مره ثانيه، وانا بعتذر لو كنت طولت في محاضره اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل لحضراتكم دلوقتي رابط الحضور بحيث ان الجميع يسجل حضور.